الاهلي بلس 90 يرفض ان يخرج خاسرا من مباراته الاولى مع الاسماعيلي ويتعادل 1-1 بعد ما تقدم لسعد الجزيري في الدقيقه 54 بهدف للنادي الاسماعيلي. تعادل محمد شريف في اولى اهدافه مع النادي الاهلي في الدقيقه 92 او 93. رفضت كره القدم ان تعطي الاهلي ما يستحق في الشوط الاول عن طريق اهدار الفرص لوليد ازارو في الدقيقه 23، كانت كفيله في ان النادي الاهلي يروح في اتجاه تاني خالص غير اللي نهى به اللقاء. كما رفضت كمان كرة القدم أن تعطي ناصر ماهر أولى أهدافه مع النادي الأهلي بعد تمريرة أو تسديدة في القائم. خلينا نتكلم على المباراة وأحداثها والتسعين دقيقة والأهلي وكيف عاد المباراة في الدقيقة 92 عن طريق محمد شريف مع نجومنا في التحليل هنا في ملعب الأهلي كابتن حمادة صدقي وكابتن طارق العشري وكابتن أسامة حسني. كابتن حمادة ادينا ملخص من وجهة نظرك في اللقاء وبعد كده نتكلم بقى على التفاصيل مع كابتن طارق وكابتن نتكلم أسامة على التفاصيل. يعني المباراة طبعا في مجملها غير متوقع من النادي الاهلي. الاهلي يمكن تخلى عن يعني عنده فرص حقيقيه طبعا اكتر من الاسماعيلي. ده يديك التعادل النتيجه يعني مرضيه للفرقتين بالفرص بتاعت النادي الاهلي والاستحواذ بتاع النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي عمل حاجات كويسه جدا النهارده، تنظيم دفاعي رائع، انتشار وتحول الهجومي بشكل جيد جدا منظم، قدر يقفل، هو قاري النادي الاهلي كويس جدا، قدر يقفل على المفاتيح المهمه في النادي الاهلي، الاطراف، مسك عمق الملعب بطريقه جيده جدا من حسني ونادر ومحمد صادق، هما نجوم اللقاء. يعني نجوم اللقاء انا شايفهم وسط ملعب نادي الاسماعيلي اللي قدر يظبط المباراه ويقفل بشكل جيد جدا. النادي الاهلي مفيش الضغط بتاعه اللي كان بيعمله، الاستحواذ اول ما اشوف النادي الاهلي ابتدى يرجع للكره الطويله من بدري، يعني مش من اخر مباراه، من بدري خالص عشان الدنيا متقفله والناس ما بتحركش للاستلام بشكل جيد، ابتدى يلجا للكور الطويله، استغلال وليد ازارو، استغلال السرعات اللي قدام، ولكن لم ينجح. كان الميز باص كتير موجود في الملعب، ارضيه الملعب فيه زحلق كتير قوي، يمكن ما كانش موفق ناصر ماهر النهارده، يمكن في الكره اللي في العارضه فقلنا هو اللي يبقى العقل المفكر في النادي الاهلي، صانع اللعب الموجود، ولكن ما كانش موفق طبعا. وبجانب السوليه، بجانب هشام محمد، في البطء في نص الملعب، يعني التحضير كان في بطء شديد، نقل الهجمه، الطلوع من ورا كان في بطء، الاسماعيلي كان بيرجع بسرعه بيقفل دفاعاته، ما اداش مساحات للنادي الاهلي يستغلها في اي وقت، يعني ولا الاطراف، قفل على مؤمن من بدري ما كانش فيه خطوره، على ازارو ما فيش خطوره، يعني قدر يمتلك وسط الملعب بشكل جيد، وكان هو اكثر تنظيما من النادي الاهلي، وكان ليه الاغلبيه وكان ليه الاستحواذ طول يعني اغلبيه المباراه، ولكن جت خطوره للنادي الاهلي من حاجات فرديه، من واحده بتاعت ناصر ماهر في العارضه، التحرك الجيد لازارو، الانفراد وتحرك جيد ليه بس ما قدرش يلعب الكوره برضه، في حاجات لقطات. لكن الاهلي النهارده في سلبيات كتير. انا من وجهه نظري مستر كارتيرو ما كانش موفق حتى النهارده، التغييرات ما عجبتنيش. هنجيلها برضه. هنجيلها 1-1 يعني 1-1 في التغييرات اقصد، يعني وهي نتيجه اللقاء برضه 1-1. ده رايك كابتن طارق قبل ما نخش في التفاصيل. شوف يعني انا قلت لك ان دي مباراه صراع منتصف الملعب من بدايه والامانه انا بهني خير دي مضوي لانه ارى الماتش بشكل كويس جدا نتيجه طبعا فرجته على او مشاهدته لاسلوب اداء النادي الاهلي. النهارده كان في كثافه عدديه كتير جدا في نص الملعب وده اللي احنا يمكن تناولناه قبل المباراة، يعني ما كناش قاريين التشكيلة بتاعت الإسماعيلي لحد ما شفنا المباراة، لكن الأمانة كان فيه الكثافة العددية اللي هو كان عاملها في نص الملعب عاطية أفضلية للنادي الإسماعيلي في الامتلاك، وإن كان قلة في تهديد مرمى الشناوي، فرصة وحيدة يمكن في الشوط الأولاني أتذكرها لحسني وعن طريق الخطأ. الحاجة الثانية هو لعب على أخطاء المدافعين واللي جه منها الهدف، استنى استنى استنى، في مثل هذه المباريات ما كنتش هتقتل المباراه من اولها. فرصه ازارو دي فرصه ازارو اعتقد كانت هتغير شكل المباراه بشكل كبير جدا لصالح النادي الاهلي مفيش شك، لان هيضطر الاسماعيلي يفتح خطوطه وده اللي عاوزه النادي الاهلي. ان الفرقه اللي قدامه بدل ما هي متمركزه في الدفاع تفتح خطوطها عشان تتخلق مساحات لازارو، تخلق مساحات لمؤمن، تخلق لاسلام. الحاجه الثانيه ان خط هجوم النادي الاهلي النهارده ما كانش فيه نوع من الاكتف الشراسه اللي تخليك تهدد المرمى. الله يعني الفرصتين اللي اتسنحهم سواء لناصر او لازارو طبعا عن طريق الاخطاء في دفاعات فريق الاسماعيلي. اوكي الحاجه الثانيه
تكثيف الهجمات اللي مفترض النادي الاهلي فيها عشان ينهي المباراه، خاصه عن طريق الاطراف هاني معلول. ما شفناش تقدم كتير جدا جدا لهاني، ما شفناش تقدم كتير لمعلول، اللهم يمكن الكره الوحيده اللي تقدم بيها معلول وقطع بيها من ورا الديفنس، واللي كان مفترض ان هي لعبه عرضيه عشان تبقى هدف لصالح النادي الاهلي، لكن في الاخر هي فرصه واعده ضاعت كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. الحاجه الاخيره بالنسبه لفريق الاسماعيلي، خير دي مضوي لعب على عامل الوقت، ان ازاي يمط الوقت امام فريق كبير زي النادي الاهلي اكثر جاهزيه، ثم الخطا ان هو اللي مين يخطا الاول، هو استطاع ان هو يستغل الخطا الوحيد في عدم ترابط بين خط الديفنس نادي الاهلي والشناوي، واستطاع سعد الاسعد الجزيري ان هو يخطف الهدف الاول لصالح الاسماعيلي. يحسب للنادي الاهلي ان هو يعود في التوقيت ده، مهم جدا جدا. يعني تعادل انا شايفه لعودة النادي الاهلي في ظل الظروف اللي هي عدم احرازه الهدف مبكر في الشوط الاولاني وتضييعه للفرص، وان هو يعود في الوقت ده، انا شايف ان ده تعادل بطعم الفوز لصالح الاهلي، لان هو طبعا احسن من الهزيمه، لان خلاص الوقت بدل ضايع خلاص. وان انا اعتقد كان الناس يعني ابتدت برضو يعني تيأس في العوده مره اخرى لاحراز هدف، لكن ان كونه يعود كره مرسله طوليه، وان كان دي مش من طبيعه النادي الاهلي، سيطره نص الملعب على جميع الهجمات، لكن هو طبعا مضطر لكده. نزول اثنين سترايكر مروان محسن جنب ازارو، ما فيش شك عطى يعني كثافه عدديه، ثم برضو شريف، انا شايف برضو شريف في الوقت اللي خده نظر لخبرته وتواجده مع النادي الاهلي، ما فيش شك طبعا دي هتبقى بدايه، طبعا هتديله ثقه كبيره بالظبط كده. فكونه ان هو يعود وان هو يخطف هدف التعادل في الوقت البدل الضايع ده، انا نقطه محسوبه لصالح النادي الاهلي، وان كان النادي الاهلي كان المفروض انه يقتل المباراه من بدايه المباراه. اتفضل كابتن اسامه. هو طبعا كانت البدايه غير يعني على غير متوقع من النادي الاهلي، قلنا لازم كان يبقى في ضغط من الاول، لكن كانت البدايه فيها يعني جس نبض من الفرقتين، من الاهلي ومن الاسماعيلي، وهو ده الهدف بتاع الاسماعيلي. خير الدين مضوي، استاذك كابتن اسامه، بس نروح المؤتمر الصحفي بعدين نكمل. نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف قالوا ايه المديرين الفنيين للنادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. دفاعنا يعني دفاع الاسماعيلي تركت سهوله بالنسبه لمهاجمي النادي الاهلي، انه تكون عندهم فرص امام المرمى. الشوط الثاني كان مغاير جدا، لعبنا بطريقه سريعه للامام، كرات قصيرة، استحواذ إيجابي للأمام، كلل بهدف جميل، وكان ممكن أيضا كانت في لقطة أو لقطتين يمكن أن نقتل المباراة، كنا نبحث عن قتل المباراة، لكن كان ضغط الأهلي كمان يعني كبير في الشوط الثاني من خلال الكرات العالية ودخول مروان أيضا اللي أعطى يمكن القوة في خط هجومه بالكرات العالية. في اللعب المباشر بتاع الأهلي صراحة أربكنا نوعا ما، يعني انه ما كناش نتوقع انه الاهلي اللي عودنا في السنين انه يلعب كره نظيفه ويمشي على الاطراف وبكرات قصيره، فاليوم شفنا شكل مخالف، فلذا يمكن ضياع نقطتين اليوم كانت ممكن بسهوله ناخذها، خاصه في الدقائق الاخيره، لكن هذه هي كره القدم. احنا فريقنا يمكن في اول مباراه تعتبر تحضيريه بالنسبه لنا لبدايه الموسم، عكس الاهلي اللي لعبوا مباراتين قويتين في بطوله افريقيا. ان شاء الله نحاول نصحح كل الاخطاء، ونحاول بعد ثلاثة ايام امام بتروجيت مباراه صعبه هي ايضا في ملعبنا في الاسماعيلي، ان شاء الله نحاول نرجع اللعيبه اللي كانت غايبه واللعيبه المصابين. اليوم تقريبا ما كانش عندنا لاعب في وسط الميدان، لكن الحمد لله. على كل حال شكرا للاعبين على ادائهم وعلى روحهم العاليه اليوم فوق ارضيه الميدان. طيب قبل ما اكمل يا اسامه، لو حد عايز يعقب على كلام خير الدين مضوي، هو قال احنا كنا بنبحث عن قتل المباراه بعد الهدف اللي احرزناه، وقال كمان ان اللعب المباشر للنادي الاهلي اربكنا بعض الشيء، وقال ان هو بيعتبر ان هو فقد نقطتين النهارده، وقال ان طريقه الاهلي كانت دايما بتلعب على اللعب الصغير النهارده فاجئتنا شويه. كابتن حماده، كابتن طارق، كابتن اسامه، لا لا، في تنفيذ جيد يعني الكلام اللي قاله الاسماعيلي منفذه من اول المباراه، يعني هو حاول يموت المباراه من الاول بالاستحواذ اللي كان اللي هو بيحتمل عليه النادي الاهلي، هو اشتغله كويس جدا زي ما قلت. نص الملعب حسني ونادر وصادق قدروا يمسكوا الملعب وعملوا استحواذ وموتوا الكره في وقت معين، وقدروا يخلقوا مساحات، وده اللي ساعده في كده
عدم الضغط من النادي الاهلي اللي هو مميز فيه. طبعا ضغط جماعي ما كانش ضغط ولا نص ملعب ولا ضغط فردي، كان في مساحات للاعبين الاسماعيلي يقدروا يستحوذوا على الكره بشكل جيد في نص الملعب. اوكي كابتن طارق، يعني كان منطقي جدا في يعني في كلامه، وهو بيعتبر نفسه ان هو خسر نقطتين، لان هو يعني كان بيطمع ان هو ان يطلع بالهدف اللي احرزه، خاصه تراجع يعني الاهلي رجع للمباراه في الوقت بدل الضائع، ولكن كثافه وجود خط هجوم بوجود مروان محسن مع ازارو مع شريف في الشكل دول اضافوا، وده يمكن اللي عبر عنه خير الدين مضوي ان الكرات المرسله الطويله يمكن كانت مختلفه عن طريقه تفكيره، ما كانش متوقع من النادي الاهلي ان هو يرسل الكرات الطوليه ديت اللي هي سيطر بعضها خط الدفاع النادي الاسماعيلي، ولكن في الاخر استطاع مروان ان هو يعني بمجهوده ان هو يستطيع ان هو يعمل اسيست بشكل كويس جدا، وان شريف ان هو يقتنص النادي، لكن اعتقد يعني تصريحاته منطقيه، وانا شايف ان مع التشكيله الجديده اللي هو عاملها والخبرات المتواجده في الملعب وامام فريق النادي الاهلي، مكسب للنادي الاسماعيلي ان هو يخرج بنقطه في طبعاً في القاهره. طبعا مكسب. اتفضل يا كابتن اسامه، عقب على كلامه لو عايز وكمل وجهه نظرك. هو اهم نقطه في تصريحاته قال حته الاستحواذ، دي اللي احنا كنا قبل المباراه بنتكلم عليها، دي اللي بتميز النادي الاهلي، حته الاستحواذ وخلق الفرص، ان خلق الفرص تيجي من حته الاستحواذ. النهارده اللي ميز نادي الاسماعيلي حته الاستحواذ في نص الملعب والكثافه العدديه زي ما الكباتن قالوا، حسن عبد ربه، محمد صادق، نزول شكري نجيب، نزول لسعد الجزيري، عمل كثافه في نص الملعب، فبدا الاسماعيلي اللي كان بيعمله النادي الاهلي بدا الاسماعيلي هو اللي يعمله حته الاستحواذ. النادي الاهلي لما كان بيستحوذ كان في بطء شديد بدايه من تحت، حتى في تمرير الكوره في نص الملعب بين السوليه وبين هشام محمد وتدوير الكوره كان فيها بطء شديد. السوليه لجا لاسلوب لعب النهارده من بدايه المباراه مش اسلوب النادي الاهلي، بدا اتجاه الكوره الطويل. النهارده الملعب مبلول فبدات الكوره تجري فما بقاش فيه الاستحواذ اللي بيميز النادي الاهلي. الحاجه الثانيه برضو النهارده اللي شفناها كانت سلبيه النهارده في الاداء حته تباعد الخطوط. لو شفنا النهارده فريق بدل ما بيشتغل النهارده في حوالي مثلا 40 يارد ولا حاجه، بقى في مساحات كبيره ما بين خط الدفاع سعد وسليف كلوبالي، والنهارده هشام محمد والسوليه، وبين خط كارتيرون قال ايه عن اللقاء في المؤتمر الصحفي، ونرجع لك كابتن اسامه. Un match difficile, qu'on s'est rendu difficile. En tant que Mubara, qu'est Mubara ça a donné? Une première mi-temps avec trois occasions nettes. Le shot l'avait qu'a fait trois swat halina, hadarnahum. Et ensuite en deuxième mi-temps, on a perdu un petit peu le fil, on a baissé de pied physiquement, j'ai trouvé. Ou t'as un badaré, une zen, la soirée shot de tennis. On a concédé une occasion, ils ont marqué leur seule occasion du match. Dans une force à voir, la groupe n'a pas une Mubara tachum. Et après, on a poussé pour revenir. On a pu revenir à défaut d'être brillant dans le jeu. On a su revenir avec de belles qualités d'état d'esprit et de cœur. ضغطنا عليهم عشان نتعادل، ما لعبناش كرة يعني عالية جدا، بس أدينا الأداء اللي يخلينا نتعادل في آخر دقيقة. كان عندنا روح كويسة، اللعيبة كان عندها روح كويسة، والروح ده ترجموها في آخر دقايق الماتش بجول. حد عايز يسأل أسئلة؟ كنت بسأل حضرتك على التغييرات النهارده بالنسبه لتغيير ناصر ماهر، يعني كان واحد من افضل الناس اللي موجوده في الملعب. التغيير الثاني بالنسبه لايمن اشرف، احنا عارفين ايمن اشرف بيلعب بقاله موسم كامل في مركز المساك او بيلعب باك شمال، فوجئنا النهارده ان هو بيلعب طرف في ظل وجود صلاح محسن ووجود احمد حمدي كصانع العاب، فكنا عايزين نعرف بس سر التغيير الحركه. Nasser a fait une heure, ce qui était déjà beaucoup, puisque c'est son premier match. Nasser il a été très bon, il a tout donné. Mais physiquement, il pouvait pas donner. Après, j'ai décidé qu'on passe en 4-4-2. Et compte tenu du manque de solution qu'on avait sur les côtés ce soir au niveau offensif, j'ai fait comme j'avais déjà fait, je suis monté d'un cran à Limaloul pour qu'on puisse délivrer beaucoup de centres sur le couloir. هجومي شويه في المباراه، فلعبت على الاطراف، طلعت علي معلول.
خليته يزيد قدام يعني. كان هدف ان يعني يساعد نجيب جون ونرجع تاني في السكور ونتعادل. ونجح ان احنا نتعادل في اخر دقيقه. اتفضل. اولا النهارده الملعب كان فيه خناقه كتير قوي على اللعيبه بتاعه الاهلي. اتاثروا النهارده بالدخان ده سواء على مستوى المجهود او الرؤيه. الاهلي عانى الموسم اللي فات بسبب كثره اهدار الفرص على المرمى. هل في علاج للموضوع Par rapport à la fumée, bah, difficile pour moi de répondre parce qu'il y avait de la fumée pour les deux équipes. Donc je pas. بالنسبة للدخان طبعا يعني الدخان ده حاجة على الفرقتين يعني ما لو احنا فرقتنا هتعاني كده الفرقة التانية برضو عانت. Et je mettrai le fait d'avoir raté autant d'occasions sur le manque de fraîcheur physique. وحكيت ان احنا اهدرنا فرص كتير في المباراة احنا برضو بدنيا مجهدين. On a effectivement manqué beaucoup de dernières pages, beaucoup de situations devant le gardien. C'est un match qu'on aurait dû gagner, je pense, facilement. D'ailleurs, quand l'âme s'est l'achète, nous sommes موافقين فيها وضيعنا فرص كتير مع الحارس. يعني احنا كان المفروض نكسب مباراة زي دي احنا ضيعنا الفوز مننا. Mais à partir du moment où on est mené, c'est sûr qu'on se rend le match difficile. بس طبعا بما ان دخل فينا الجون الماتش صعب علينا. On va beaucoup travailler la finition bien sûr pour améliorer notre ratio d'efficacité que ce soit passe décisive et but. وزي ما حضرتك بتقول هيبتدي نشتغل برضه على الفرص عشان الفرص اللي بتضيع دي نحاول ما نضيعهاش الماتش الجاي. طب عايز اسال سؤال بالظبط. هل هو من نظره احسن ان انا لاعب في مرمى مرمى بس هو بيقطع كور شفنا مثلا النهارده كل الكور اللاعب الاسماعيلي لا مش امين لما هيك بس بروح عشان نسمع السلوكس ولا هشام محمد يلم الكور ولا عمرو الشاب يقطع الكور فهم الاثنين يعتبروا هم اللي زايدين قدام اي هم مرتد للاسماعيلي في ده هشام محمد يا سليه الى فوسي للسيل اوكازيون في التفاصيل ده الاطراف السيرفاس اللي J'ai trouvé qu'on a vraiment concédé très très peu d'occasions ce soir. En trois matchs, je pense qu'on a concédé une occasion. Donc je peux pas condamner des joueurs plus que d'autres. On a fait une erreur en trois matchs, on l'a payé cash. Comme je l'ai dit, il faut gagner en efficacité offensive parce que c'est un match qu'on s'est rendu compliqué en n'ouvrant pas le score. طبعا احنا زي ما بقول دايما كفو نكون عندنا فعاليه اكتر في الهجوم لو كنا جيت ترجينا الفرص اللي جات لنا لجوان كان الموضوع اتسهل علينا ما كانش نبقى قلقانين بعد ما يجي فينا جول. طيب برضه حابب اسال مستر عن غياب صلاح موسى. Absolument, c'est vision technique, notre point de vue. Mais ce match, les deux derniers matchs en Afrique, là-bas, il y a des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas jouer parce que les terrains n'étaient pas bons, mais aujourd'hui, les terrains sont bien. On veut savoir pourquoi il n'était pas aligné. J'ai la chance d'avoir en attaque le meilleur buteur du dernier championnat en la personne de Walid Azarou. J'ai la chance d'avoir l'avancement de l'équipe nationale d'Égypte. Et Salah qui a un talent formidable et un super joueur aussi. Non, j'ai plus eu la sensation qu'on allait revenir plus sur du jeu long avec des déviations et je pense que dans ce domaine-là, Marouane peut nous apporter beaucoup. انا كان وجهه نظري ان شايف انكم ممكن نرجع في السكور نرجع نتعادل بالكور الطويله وتغيير الاتجاهات واعتقد مروان بيجيد الحته دي بيجيد يتعامل مع الكور الطويله. Il fallait faire un choix mais j'ai entièrement confiance que Salah va beaucoup nous apporter dans. هو انا طبعا مؤمن بامكانيات صلاح جدا وعارف انه هيبقى ليه دور في الموسم بس كان لازم في اختيار ودي وجهه نظري الفنيه وفي المباراه دي ممكن مباراه ثانيه يبقى صلاح موجود معانا. استاذن كمان سؤال. No problem. حياتك حتى فرنساوي اي عربي عشان هم يفهموا بعد اذنك. ما فيش
Bonsoir. Cette année, sa saison 2018. Mais faudrait que ça aille dans l'arabie, عشان زمالك يعرف. عشان مش محتاجه ترجم تاني. Vous parlez pas français? Vous parlez pas arabe? Je parle arabe. OK, ça va. Je vais traduire. OK. Cette saison 2018-2019, tous les experts de football sont d'accord que cette saison est sans expectation et la plus forte. Est-ce que vous êtes d'accord de cette vision des experts de football et le match d'aujourd'hui sur papier et sur terrain? هو السؤال ليه شقين. الشق الاولاني بيقول ان معظم خبراء الكوره بيقول الموسم ده من اقوى المواسم اللي هتتلعب وصعب التكهن مين اللي هيكسب البطوله. السؤال الثاني، انت شفت الماتش ازاي على الورق ولما فعلته في الملعب كان شكله ازاي؟ Moi, je dirais qu'on a on sait qu'on a encore beaucoup beaucoup de travail. Ça c'est le premier point. انا طبعا عارف ان عندنا شغل كبير عايزين نعمله لسه قدامنا شغل طويل. Ensuite, par rapport au pronostic de début de saison, bah, je sais qu'on annonce un championnat très serré cette saison avec l'arrivée de nouveaux clubs qui ont beaucoup de moyens, avec une concurrence. On jouait le deuxième du dernier championnat. Sur la première mi-temps, je trouve qu'on a été largement supérieur, encore une fois, avec beaucoup d'éléments difficiles. انا متفق معاك ان زي ما بيقولوا ان السنه دي هيبقى موسم استثنائي، في فرق كبيره وفي فرق جديده عندهم يعني وسائل ماليه، عندهم فلوس وعندهم ماديات كويسه ممكن يشكلوا خطر في البطوله ويغيروا شكل البطوله. بس احنا بالنسبه للمباراه احنا ركزنا فيها، وبالنسبه للشوط الاولاني لا بريمير ميتون il a on a dépensé beaucoup d'énergie pour revenir dans la course à la Champions League sur les deux matchs qu'on a joué. احنا لعبنا بنلعب النهارده مع تاني الدوري وعملنا طبعا مجهود كبير جدا في البطوله الافريقيه. احنا لما جينا استلمنا كجهاز كان معايا نقطه واحده عشان نرجع تاني في المنافسه، عملنا مجهود كبير جدا في الماتشين اللي فاتوا. Et je pense que si on avait ouvert le score en première mi-temps, c'est un match qu'on aurait gagné facilement. Donc, j'ai pas envie de tirer des conclusions. Je suis plutôt content qu'au niveau état d'esprit, une fois de plus, les garçons ont été formidables. انا مش هتكلم بقى على الورق ايه وعلى في الملعب ايه، كل اقدر اقوله لعبت مع تاني الدوري النهارده ولو كنا ترجمنا الفرص اللي جات لنا في الشوط. طيب، بعد ما سمعنا تصريحات كارتريون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي، كمل وجهه نظر كابتن اسامه وبعدين تعقيب لكل المجموعه. هي بس كلام كارتيرون كان اتكلم عن الفرص خلال اللقاء كانت كفيله انها يعني تحسم الامور من بدري، خاصه ان الفرص ظهرت في الشوط الاولاني وكانت فرص محققه النهارده طبعا عن طريق وليد ازارو. الانفراد اللي عملها ناصر ماهر كانت مميزه جدا النهارده، برده من ضمن مكاسب اللقاء ظهور ناصر ماهر النهارده بشكل مميز بالرغم ان هو ما لعبش 90 دقيقه، لعب حوالي 60 دقيقه. النهارده كارتيون بيقول برضو ان حته العامل البدني ان هو بقى له فتره بعيد عن المباريات، فالنهارده ما قدرش اديله 90 دقيقه، فهو النهارده يعني في الوقت اللي لعب فيه في 60 دقيقه ظهر بشكل مميز، قدر برضو يهدد مرمى الاسماعيلي، خلق فرصه لوليد ازارو. لو كان وليد ازارو كان فيها بعض التباطؤ شويه، المفروض اول ما راح وداس على الكوره لازم يكمل بسرعته لما يروح لعصام الحضري، هو لما راح بالكوره تباطأ فيها شويه فالكوره وقفت تحت رجله، كان لازم يروح فيها بالسرعه بتاعته. برضه من ضمن الاجابات النهارده ظهور ناصر ماهر في الكوره برضه اللي سددها، كان عامل برضه حاله ربط ما بين نص وسط الملعب وما بين المهاجمين، ما كانش راهب الموقف، واحنا كنا متوقعين البدايه ان ناصر ماهر من اللعيبه المميزه. برضه قدامنا شايفين الفرصه بتاعت كوليبالي النادي الاهلي، يعني ومن وجهه نظري ان ما فيهاش حاجه خالص، يعني الهدف انا اتكلم عليها يعني احنا اتلسعنا من الشوربه من كابتن جاي كتير يعني، فمحضرين شويه حاجات كده كتير. من الحاجات المهمه يا كابتن سيد، الدوري طويل وهيحصل فيه كلام كتير وهيبقى فيه امور يعني تدعو للشك بعد كده. اتحاد الكوره ولجنه الحكام ممكن تحسم الامر ده من النهارده. النهارده كنت سمعت الكابتن عصام فتاح بيقول ان ما ينفعش النهارده حته الفار وما عندناش الامكانيات ان احنا ممكن نشتغل بيها. احنا لو بعد 10 سنين مش هنشتغل برضه بالفار. النهارده ممكن تجيب حكم رابع او حكم خامس مره مع عدو بشاشه ممكن تستعين بيه، وحقق واشتغلنا بالموضوع ده السنه اللي فاتت في بعض لقاءات الدوري في الـ في في, الـ في الاسابيع الاخيره. ليه يا اسامه ما نشتغلش؟ ليه احنا يعني نواكب الحدث؟ النهارده احنا بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم، بتعلم فيها تكتيك، بتعلم فيها بدني، تعلم فيها كل شيء ما وصلت كرة القدم للحديث له، منها تطوير التحكيم، منها الأشياء الحديثة اللي مفترض احنا تقنية، انا قصدي ان بتساعد على تطوير كرة القدم.
شفنا قد ايه البار ساعد بشكل كبير جدا 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 وبيديك الحلال. الحكام ياخدوا مستحقاتهم الاول يا كابتن طارق. يا عزيزي يعني انا بخلاف دي انا بخلاف دي انا ديت انا 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 قصدي ايه احنا بنغش او يعني المفترض يعني البطولات الكبرى اللي زي ديت بما فيها من مستحدث انا بجيبه بحاول اطبقه احاول اطوره لان عنصر التحكيم ده عنصر مهم جدا. الاتحاد الدولي عامل الكلام ده عشان نوصل للعداله في كره القدم. مظبوط. الانديه بتصرف مصاريف كتيره جدا فلازم تديله يعني تقلل الاخطاء على قد ما تقدر فهو عمل الفيديو عشان تقلل الاخطاء عشان توصل للعداله في الملعب في ضربه جزاء في هدف زي دوت في حاجات كتيره جدا فلازم نوصل لدي لازم نعمل دي عشان العداله مش عشان طب احنا هنقف كلنا مع اللعبه دي تحديدا وناخد راي بعضنا كلنا مش عايزين نتكلم على طبعا. نعلق كلام كارترون في المؤتمر ولا لا ده انا هكتبه ده انا هسمع من الكل لازم يكون هنسمع من بعض كلنا لكن نروح نشوف زميلنا محمد سعيد معاه المدرب العام للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف ومدير الكره بالنادي الاهلي كابتن محمد يوسف قال ايه عن اللقاء ونرجع لكم من جديد. اهلا بيك كابتن سعد الحفيظ وضيوفك الكرام معي في هذه اللحظات الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الاهلي والقائم باعمال مدير الكره كابتن يوسف بقول لك هارد لك على النتيجه الاهلي كان احق بالفوز والانتصار من الشوط الاول لكن تعادل في اللحظات الاخيره تعليقك على النتيجه والمباراه بشكل عام. يعني طبعا بمسي على الكابتن سعد الحفيظ وضيوفه طبعا في الاستوديو ده اول مباراه طبعا كان هدفنا الثلاث نقاط الشوط الاول انا شايف ان احنا كنا ممكن نستغل الفرص اللي جات لنا لحت لنا اكتر من 3 4 فرص كنا ممكن نسجل منهم لكن ما كانش في توفيق يعني طبيعي جدا وانت ضاغط على الفرقه ممكن يكون في بعض الثغرات لكن انا عايز اخد من المباراه كلها مجملها ان احنا قدرنا نرجع في الدقائق الاخيره يمكن في اخر دقيقه ودي الحاجه اللي انا عايز اكد عليها حاجه ايجابيه روح الفنانين الحمراء ما زلنا ان احنا لسه في بدايه الموسم البدايات دايما بتبقى صعبه فرق كتير اتعادلت يمكن مباراه او مباراتين بس اللي انتهوا في الاسبوع الاول بنتيجه ايجابيه لكن انا بقول ان الاسماعيلي فريق يعني يعتبر من الفرق الكبيره في الدوري لكن احنا طبعا هدفنا الثلاث نقاط في اي مباراه النهارده بيغيب عننا عناصر مؤثره وعناصر كبيره لكن في نفس الوقت احنا قدرنا ندفع النهارده بشريف ونصر ماهر في البدايات واسلام محارب في البدايات وهشام محمد في البدايات عندنا اربع خمس عناصر غايبين عننا محمد هاني ايضا في الباك رايت فاللي انا عايز اقوله في ظل كل المعطيات والاصابات الموجوده وكبدايه دوري لازم نحط المباراه خلاص ورا ظهرنا نفكر في مباراه المصري اللي جايه يوم 7 لان احنا عندنا كل اربع ايام مباراه فلابد ان احنا ناخد الايجابيات من كل مباراه السلبيات طبعا اكيد هندرسها وهنشتغل عليها الثلاث اربع ايام حتى لو بشكل تعليمات وشكل نظري ان انت عارف كثافه المباراه عليها. صادفكم سوء حظ بدايه في الشوط الاول؟ نعم. صادفكم سوء حظ وهدف كمان احرز ولم يحتسب؟ انا شايف طبعا الهدف اللي احنا جبناه احنا شفناه على التسجيل عندنا بين الشوطين ما فيهوش اي حاجه لكن طبعا انا بحترم وجهات نظر الحكام لكن برضو لازم يتحرر ان في تعب بيحصل وفي مجهود بيتبذل انا شايف الراجل طلع سليف طلع عادي خالص والكره سقطت الراجل حطها لكن انا عايز اقول الدوري السنه دي دوري صعب ولابد ان الحكام يكونوا يعني عندهم عايز اقول كمان يواجبوا الصوره ويواجبوا يعني عايز اقول ايه قوه الدوري لازم برضو يبقى في يقظه عاليه جدا زي ما قلت لك بين الشوطين مستر كارترون قال لازم نكمل ضغط هجومي على الفريق ان شاء الله هنجيب لان احنا وصلنا الشوط الاولاني بشكل مميز الثلاث اربع فرص اللي كانوا لكن انا في النهايه بقول كبدايه يعني انا كنت اتمنى نطلع بالثلاث نقاط لكن هي دي كره القدم لابد ان احنا نحترم كل التوقعات نحترم كل اللي بيطلع منها وفي نفس النهايه وفي نفس الموضوع انا لازم ان احنا نركز في المباراه اللي جايه ان شاء الله. قدرت ناصر ماهر وكان مفاجاه للكل بدايته لهذه المباراه وكان ظاهر بشكل جيد في الشوط الاول يا كابتن يوسف. يعني ناصر وعندك شريف وعندك اسلام وعندك اكرم توفيق الناس بتتكلم على صفقات والنادي الاهلي ما جابش صفقات احنا عندنا عناصر ان شاء الله تاخد فرص وهتتواجد من جانب طبعا العناصر المميزه بتاعتنا الخبرات الكبيره. تيم النادي الاهلي متكامل ان شاء الله وفي نفس الوقت كمان النهارده لما زي ما انت قلت لما بتشوف ناصر ماهر يمكن ماتشين افريقيا مش متواجد لسه لكن النهارده اداؤه في 45 دقيقه الاولى انا شايف انه اداء مميز جدا قدر ان هو
يوصل اكتر من كوره لازارو ويوصله جون، وكل طبعا المجموعه اشتغلت بشكل كويس. لكن انا بقول على نصر لانه بقاله فتره كان بعيد عن النادي ورجع لمكانه ورجع لبيته، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى كله متواجد، وفي النهايه احنا التيم هو المستفيد. اخر سؤال، طمني بس على حاله وليد سليمان. وليد امبارح في التدريب طبعا الخفيف جاله يعني كوره كده كدمه مع سعد سمير، و يعني كنا املنا ان هو يتم شفائه ويحاول ان هو يتعالج في ال 24 ساعه دول على اساس ان هو يبقى متواجد النهارده، لكن صعب يعني لقينا ان في صعوبه. بالاضافه طبعا مستر كارترون ما رضاش ان هو يغامر، لان احنا عندنا بقول لك كل اربع ايام مباراه، فانا ما عندوش استعداد انه يلعب لاعب وبعدين يخسره المباريات. يعني ممكن اكسب اللاعب مباراه لكن ممكن اخسره اربع خمس مباريات، وبالتالي تم عمل يعني انتقاله ان هو يعمل اشاعه ودخل بداله على طول. احنا كنا 19 فخلاص يعني بخروج وليد سليمان واشتغلنا بعد كده. الاتحاد الافريقي ممكن تعلن المكانين المتبقيين دلوقتي ولا خلال الساعات القادمه كابتن يوسف؟ ان شاء الله الساعات القادمه ان شاء الله نقعد مع مستر كارترون وان شاء الله نشوف قراره ايه، وان شاء الله احنا عندنا لغايه يوم 4 اغسطس فالقائمه، وحتى القائمه بتاعه البطوله العربيه برضو ايضا اتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى موفقين فيها. طيب يا كابتن يوسف وهارد راك، واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. احسن ان شاء الله، ودايما البدايات خلي بالك البدايات في ظل طبعا عدم تواجد عناصر كتير النهارده الحمد لله. شكرا جزيلا. اذا انتقل لقاء مهم جدا خاص وحصري مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره، تعليقه على نتيجه المباراه والاحداث وما هو قادم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عوده من جديد الى الاستوديو، اليك الكلمه كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا جزيلا محمد سعيد، ولقاء حصري مع المدرب العام للنادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي كابتن محمد يوسف. بعد ما سمعنا كابتن محمد يوسف وتصريحاته بنتكلم كمان مع كباتننا كابتن حماده الصدي وكابتن طارق العشري وكابتن اسامه حسني. يمكن في البدايه كابتن حماده كارترون اتكلم على نقاط كتير قوي، قال ان احنا اضعنا ثلاث فرص في الشوط الاول، قال بدنيا كنا كويسين والشوط الثاني نزلنا بشكل كويس، فرصه وحيده للاسماعيلي هي اللي اتاحت للاسماعيلي استغلها الاسماعيلي، قال ضغطنا عشان نتعادل، الروح القتاليه كانت كويسه بالنسبه للعيبه، قال ارتكبنا خطا واحد اشاد بروح اللعيبه خلال اللقاء وخصوصا في اخرها، قال هنشتغل على عدم اهدار فرص في الفتره اللي جايه، قال ان انا عندي مهاجمين كويسين هداف الدوري السنه اللي فاتت وفيرود منتخب مصر اللي هو مروان محسن، وصلاح محسن كمان لعيب كويس وواعد وان هو يستغله في الفتره اللي جايه. دي تصريحات او بعض من تصريحات، قال الدخان اللي كان في اللقاء اللي قال لنا ولفت انتباهنا فيه كابتن طارق العشري واحنا بنتفرج على اللقاء كان بسبب اشتعال نيران في مقلب للمخالفات على طول جنب الملعب ده، على طول على طول جنبه خطر على فكره مش خطر. تمام، فلو حضرتك حابب تعلق يعني في كلام مستر كاتيرون على بيتكلم على الفرص، اتكلم على الحاجات الايجابيه بس يمكن ما ذكرش الحاجات السلبيه كانت موجوده في فريق النادي الاهلي. يعني برضو اتكلم على الاجهاد، ده ثالث مباراه في الموسم بالنسبه له، لعب ماتشين افريقيا وده الماتش الثالث، المفروض لسه بدري ما يدخلش في مرحله الاجهاد خالص. يعني الكلام اتكلم على ما ذكرش طبعا الاداء بتاع وسط الملعب. يعني انا ممكن اطلع اتكلم اقول النهارده يعني كان عندي اخطاء في وسط الملعب، مش لازم اقول بقى ايه الضغط يعني. يعني حاجات خطوط عريضه، هو اتكلم على الاجبيات اللي كانت موجوده اللي هو الفرص بس اللي ضاعت. يعني لازم يتكلم على الجزء الثاني اللي هو الاخطاء اللي كانت موجوده في الملعب، يعني خطوط عريضه بس مش لازم يقول ايه بالظبط. كان وسط الملعب كان في مشاكل، هو ما ذكرش الكلام ده خالص، هو اتكلم على الفرص فقط، اتكلم على الاجهاد. طبعا عندي تعقيب في حته طريقه اللعب، انت بتلعب الكوره الطويله من بدري، الكوره الطويله نفعت لما نزلت مروان محسن بيت فيها عامل ايجابي للنادي الاهلي، لكن قبل ما ينزل مروان كان في كوره عاليه برضو بتتلعب على طول. يعني هويه النادي الاهلي اللي كانت موجوده اللي هي الاستحواذ والطلوع بالكوره بشكل جيد والانتقال السريع والضغط ما كانش موجود النهارده. اللي كان موجود النهارده الكوره الطويله، السياده كانت للاسماعيلي في وسط الملعب، هو قادر يستحوذ بشكل كبير جدا، ولكن زي ما قال انا بشتغل غيرت الطريقه ل 4-4-2 لما نزلت بيسعى على التغييره بتاع ايام اشرف، يعني اول يمكن ثاني مره نشوفها، شفناها في افريقيا التغييره ديت برضو بس ما فهمناهاش قوي. يعني قلنا برضو لما بتيجي تتغير انت مغلوب ومحتاج تزود النتيجه بتشيل مثلا حد من نص ملعب وتزود الناحيه الهجوميه، هو شال حد من المهاجمين
وزود المدافعين. احنا توقعنا كابتن حماده ممكن يسلم محارب وينزل احمد حمدي. احمد حمدي بيعرف يلعب له دور او حد من الديفندر الموجودين في الوقت الاخير ده اشيله وبنزل حد يبتدي يعمل لي مساحه في قدام الشوط قدام. لكن التغيير الايجابي اللي انا شايفه كان طبعا شريف. شريف ابتدى كل جراءة كرة عنده جراءة. كل كرة كان فيها خطورة. ضيع فرصة وجاب جول. بالظبط. وكان يعني كل شغله كله ما استلم بيروح على المرمى. خلي بالك كابتن حماد ده وقت قصير. وقت قصير بس قدر. لكن كون ان هو قدر يكسب بفرصتين والوقت نفسه مظبوط. ويحط نفسه في اماكن مظبوطة يعني. انا متخيل ده تعليق على انا متخيل شريف لو خد فرصة في خط الهجوم على التطور في الاداء مفيش شك هيبقى اضافة قوية جدا جدا لان انا مرنته اللعيب ده يمكن كابتن حماد مرنه. في وادي دجلة. بالاضافة عنصر يعني مباشر بشكل بيتمتع بسرعات بيتمتع بمهارة تسديد على المرمى أوكي. بشكل كبير جدا جدا خاصة لو انا استعنت بطريقة 4-4-2 يعني عاوز محتاج ان انا اكثف الكثافه اللي هو مقتنع بيه. خلي بالك هو مقتنع بيه يعني كونه انه يدخله في ال 19 النهارده وكونه كمان ان هو يعتمد عليه في اول تغيير ده اول تغيير شوف اول تغيير مكان مأمون من زكريا شوف ده كسب المدرب يعني على الرغم ان النهارده الاهلي خسر نقطتين والاسماعيلي كسب النقطه من النادي الاهلي وكان قريب جدا جدا يخرج بثلاث نقاط لكن من الاسبوع ده يدل ان البدايات في الدوري صعبه جدا صح والفرق كلها مستعده على الرغم ان على الرغم ان النادي الاسماعيلي مغير في جلده بشكل كبير جدا في تشكيلته الرئيسيه عن السنه اللي فاتت لكن واضح ان مركزين عارفين الهدف اللي جايين ياخدوه وانا اعتقد ان هو خد الهدف إن هو جاي عشان اما كسبش ما يخسرش لا ولازم نقول حاجه برضه يا كابتن طارق ان الاسماعيلي قدر يعوض اللعيبه وتعمل تدعيمات جيده جدا تدعيمات عملت يعني المهاجم اللي لعب النهارده لسعد ولا كريستوفر كريستوفر ومندوب كويسين جدا كويسين نادر لعيب كويس لعيب كويس نادر رمضان لعيب كويس التدعيمات ليها شكل كويس المدرب ظهرت بصماته على التيم ايوه بالظبط اوكي طيب في المباراه الكبيره كابتن طارق كابتن اسامه يعني نقطه مع بعض في الحوار ده في المباراه الكبيره اوعى تفتكر ان الفرص بتتكرر كتير يعني الفرص مش بتتكرر هي كتير دي المشكله التفاصيل الصغيره ديت يعني دي اولى الفرص مثلا كان في حوالي الثلث ساعه الاولى وبعدين بعدها بدقيقتين ثلاثه كانت كره وليد ازهر وبعديها كره ناصر ماهر سهله قوي دي يا كابتن طارق طبعا ده هنا التاخر في القرار من ازهر أوكي. يعني هو اتحرك او انا لو تعادت التمريره من الاول هتلاقيه قطع بشكل كويس جدا والباص عمل يعني نموذج من ناصر ماهر بيني بشكل جيد نموذج. جدا في ربط بين ناصر هات لنا كره وليد ازارو يا ريت يعني يجيب بتاعه وليد لان في ربط بشكل كويس جدا ودي الفرص يمكن اللي ازارو بيتميز فيها ان هو خلق المساحات بشكل كبير وان هو يستطيع لكن القرار في التصرف في المنطقه اللي انت محتاج فيها سرعه في القرار ثم لازم فيها لازم يعني جود فينشنج انك تعمل طب بالمره بقى يعني انت ايه رايك في الهدف ده؟ شوف انا يعني هو احنا كل ما نتكلم على حاجه تقلب يعني مش عارفين فرصه اديني فرصه طيب يعني اديني فرصه يعني اديني فرصه يا هات لنا بتاعه وليد ازارو هات لنا الهدف هات الهدف هات الهدف يا سيدي دي طبعا احد الفرص اللي شريف طبعا فرص كتير قوي سهله يعني فرصه مهمه جدا 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 لكن انا عاوز اكد يا كابتن سيد ان برضو البدايات كل الفرق مستعده بشكل انا يعني انا المطلوب مني المشكله مطلوب من النادي الاهلي تحقيق النتيجه وتحقيق واداء يعني لكن انا لما هقول للاعبين في بدايه الدوري انا محتاج ان انا اخد نتيجه النتيجه هي في المقام الاول هي الاهم الاداء بيجي يمكن في المرتبه الثانيه النهارده يمكن النادي الاهلي في الشوط الاول ما قتلش المباراه بشكل كبير جدا الفرص اللي انت شايفها بتاعت ازارو لازم فرصه ثم ناصر لكن كسب ناصر غير سير المباراه كتير كتير خاصه كمان كمان هيفتح من بدري هيفتح طبعا يفتح خطوط يبدا ازارو بقى السرعه المميز بيها ازارو يبدا النادي الاهلي يخلق فرص بس بالحاجه الثانيه برضه يا كابتن سيد يعني احنا اتكلمنا عن سلبيات النهارده في البطء وفي الاستحواذ وفي التمرير لكن لو النقطه الايجابيه في اللقاء النهارده النادي الاهلي بالرغم ان الاداء وحش لكن النادي الاهلي بيخلق فرص كتير كمان احنا بنشوف الهايلايتس النهارده علي معلول راح بكره من ناحيه الشمال كان لازم بالعرض يعني ما ينفعش يعملها في جول مساحه ضيقه لازم يعملها لتحت وليد ازارو ناصر ماهر النهارده حتى الشوط الثاني لما نزل محمد شريف برده الكره اللي سددها كان لازم يبقى فيها قوه وتروح في الزاويه البعيده اكتر الهدف الملغي دوت خلينا بقى معاه ده شويه لان انا يعني اخد برده رايكم واحساس شوف احساس لاعب الكوره الكابتن جهاد المفترض جاي من معترك بص حضرتك يعني هو جاي من معترك تحكيمي عالمي كبير جدا جدا
القوه في الالتحام داخل الخصم. هنا تبان قوي. بص حضرتك يعني لو رجعت سنه سمير معلش خليك معايا بس هنا تبان جدا من الزاويه دي الاخيره دي تبان جدا. انت في واحد عامل جنب كابتن حماده كابتن اسامه كابتن هو راكب واحد واقف واحد راكب الكوره فطبيعي جدا ان انا هميل لكن لا ايد لا انا ساند بايد ولا بكتف. ايده الاثنين مفروضين مفيش يعني. انا عايز اسال سؤال بس في منتهى الاهميه سؤال يجاوبني عليه كل حكام مصر. لو الوضع معكوسه كابتن طارق كابتن اسامه كابتن حماده لو المدافع هو اللي ورا والمهاجم هو اللي قدام هل دي تتحسب بينالتي؟ لا مفيش حاجه خالص. اجابه تتحسب بينالتي؟ لا مفيش حاجه خالص ما تتحسبش بينالتي. لا مظبوط. بص التحام اولا ارتقاء في الهواء الاثنين وفي الافضليه لكلوبالي عشان اطول. تمام الافضليه لكلوبالي بالاضافه اللي انا بقول لك ان هو المفترض جاي من معترك كاس العالم. انت قد ايه شفنا كميه الالتحامات الهوائيه في الضربات الثابته ضربات ركنيه فاولات من الجناب معلش وانت شفت الهدف اللي من حاجه لو رجعنا بدون قطع كابتن طارق شوف الكره اول ما طلعت شوف سليف كلوبالي بص الجامب بتاعه هو الاول بص لا دي مش باينه قوي. انا عايزك تشوف اللقطه الثانيه اللي بعدها الزاويه في زاويه جايباها نموذج في زاويه جايباها نموذج ادينا بص قفل هو طلع الاول فين هنا الخطا اللي ارتكبه كلوبالي؟ اي واحد يديني هديله 10 جنيه لو قال لي الخطا فين. 10 جنيه قليل. طب 15 طب فين الخطا هنا يعني الكره ايه؟ بص يا كابتن بص رجلين لاعب الاسماعيلي فين في الارض لسه ما ارتقاش من على الارض. سليف كلوبالي طلع قبليه خلاص هو ركب الكوره يعني النهارده بص في الوضع التشريحي بتاع لاعب الاسماعيلي يعني ولا ساند عليه ولا اي حاجه وطلع عادي جدا في سليف هنا كلوبالي. انا خدت بالي ان كوعه في الارتقاء على كتف وضع تشريح. ده انت كنت انت واحد سردباكات مصر كلها. لا وضع على كتف وضع التشريح وانا طالع لازم اطلع. لكن هي الافضليه لكلوبالي. انا بقول لحضرتك سؤالي هنا لو ده مكان سليف كلوبالي هو مش هتحسب يعني لو الكره دي في نقطه جزاء النادي الاهلي مثلا اوكي وبيطلع كره زي دي المدافع هل دي تتحسب بينالتي؟ لا او العكس صحيح لو ريتشارد هو ريتشارد بفوق لو ريتشارد هو اللي ورا كلوبالي هل دي تتحسب بينالتي ولا لا؟ مظبوط؟ لا خالص. اتفضل يا كابتن طارق. يعني في الحاجات الالتحام الهوائي دي انا بفضل فيها ان حكم المباراه يسيبها لان ده التحام وارتقاء. احنا معانا كابتن سمير عثمان طبعا هيشرح لنا التحام طبيعي بين يعني. الاثنين داخل منطقه ال 18 بدون استخدام اليد او الزق او الدفع في الكرات اللي زي ديت اللي بتدي دايما الافضليه لصالح مدافع او حارس المرمى او للمهاجم. انا شايف ده في ارتقاء ويعني طبيعي في التحام بين الاثنين مدافع مع كلوبالي اللي هو ريتشارد مع كلوبالي نزول ان الكابتن جهاد يحتسب كره زي ديت وهو جاي من كميه التحام في دور كاس العالم. انت شفت الجول اللي دخل فينا في الاورجواي؟ شفت لعيب الاورجواي اللي جاب الجول طالع والله قريبه منها خلي بالك بس داخل في الجول في ثلاثه مننا. انا بقول لحضرتك قريبه منها بس الثانيه جت الجول قريبه منها. طيب كابتن اسامه معاك سعد سمير. اهي الكره دي برضو ما هي دي ده الكره دي برضو من ده. لا ده دي الفاول اللي على النادي الاهلي اللي حسبها كابتن جهاد برضو كانت الاول. لو احنا بصينا رجعنا بقى بالكره من الاول هتلاقيها فيها زقه من مهاجم من دوجا لسعد سمير يعني احنا لو حسبناها لا هو الفاول من الاول لسعد سمير. طب سيبوا حاجه للكابتن سمير عثمان عشان يبقى معايا الراجل طيب. في الامور التحكيميه دي بالظبط. طب انت بتدخلنا ليه؟ طب معلش انا بقول راجل برضه احساسي يمكن احساس انا لوحدي الغلط. خلي سمير يتكلم في كل حاجه. طيب اوكي انا عايز اقول لكم بس كل جماهير النادي الاهلي تتفاعل معانا على صفحتنا الرسميه صفحه قناه النادي الاهلي وتختار معانا رجل اللقاء. بص يا كابتن الزقه تختار معانا رجل اللقاء كده من خلال صفحتنا الرسميه على صفحه قناه النادي الاهلي اختاروا معانا رجل لقاء المباراه من وجهه نظركم وتعليقاتكم وهنعرض او هنحاول نعرض بعض منها ان شاء الله. اتفضل يا كابتن اسامه. الكره اللي احنا بنتكلم كنا بنتكلم فيها دلوقتي يا كابتن كانت برضو قبل الهدف على ما اعتقد او بعد الهدف اللي احرزه وليد ازارو لغايه كابتن جهاد كان في تحجيمه شويه في نص الملعب على النادي الاهلي. الكره اللي استلمها المهاجم الكاميروني بتاع الاسماعيلي كان فيها زقه في الاول لصالح سعد سمير.
حكم عدى اللعبة واحتسبها بعد كده على صالح على سعد سمير بالرغم انها برضو يعني كانت من مكان خطير على النادي الاهلي. طب طيب الامور الفنية يعني احنا من وجهة نظرنا الشخصية قلنا مثلا الاهلي قلنا الاهلي خلاص هي بيلعب بعمرو السوليه بيلعب بهشام محمد وهشام محمد عنده الحته الاستحواذ دي هايله جدا حته ان هو يمسك الكوره بشكل كويس قوي في اسلام محارب لعيب كوره في ناصر ماهر لعيب كوره لكن كل لعيبه الكوره شيء مهم قوي قوي يا كابتن اسامه بس اللعب مع بعضه والتجانس مع بعضه كان قليل يمكن هي دي الحاجه اللي اشار ليها كابتن محمد يوسف وقال احنا لعبنا مجموعه جديده النهارده ودي تتحسب لهم بدليل ان ناصر ماهر الراجل قال لك انا لعب ماتش كويس لكن ما كنتش اقدر اديله اكتر من كده عشان الحته البدنيه كل دي حاجات تبان ان هي مثلا يعني كانت صعوبات بتواجه الجهاز الفني قدر ان هو يتعامل معها الى حد كبير لكن في النهايه يعني المباراه انتهت بتعادل 1-1. احنا مش هنقول صعوبات هو النهارده يعني دخول هشام محمد او دخول ناصر ماهر النهارده والنهارده محمد شريف بدانا نشوفه في الشوط الثاني. النهارده عندك مشوار طويل موسم دوري 2018-2019 دوري ممتد لمده سنه مشترك في بطولات كتير. النهارده عندك دوري العام عندك كاس مصر عندك البطوله الافريقيه عندك بطوله عربيه لازم يبقى كل اللاعبين يعني في جاهزيه تامه لازم اكيد يعني هيحصل روتيشن على مدار الموسم الطويل دوت. النهارده برضو مش عايزين ننسى المصابين عندنا اصابات مهمه جدا في النادي الاهلي وعناصر مهمه جدا وعناصر اساسيه كفيله انها تغير المباراه في اي وقت. عندنا خروج برضو وليد سليمان النهارده من العناصر الاساسيه والعناصر المهمه عندنا احمد فتحي حسام عاشور الايقاف اجايه الاصابه فعندنا برضو عناصر مهمه غايبه لازم طبعا يبقى في دور للناس الثانيه تاخد وقت اطول عشان ودي واحده من الفرص اللي كانت ممكن تحرك فيها تحرك فيها ناصر هايل لانه تحرك خلف المدافعين متوقع يعني كمان شوف التاتش اللي عمله ازارو وان هو استطاع ان هو يعني يتخلص من المدافع بشكل كويس جدا في باد لك في النهايه في التعامل مع الفينش في انهاء الهجمه لكن تصرف فيها بشكل كويس تحرك فيها بشكل كويس. برضو انا عاوز اقول ان برضو من المكاسب على الرغم من النادي الاهلي ان هو تعادل في مباراه مع الاسماعيلي مكسبه للناصر وده محتاج ان هو في المنطقه ديت ان هو يسقيه بشكل كبير جدا شريف النهارده في الربع ساعه اللي اداها برضو اظهر امكانيات جيده جدا جدا محتاجين هشام مع عمرو ان هم ينسجموا اكتر من كده بشكل كبير جدا خاصه في المباراه القادمه عشان انا بقول الاستعداد لمباراه الترجي اذا كنت انت هتفكر في ان هم في الاستمراريه محتاج برضو انت النهارده برضو النادي الاهلي في تكثيفه للهجمات وتغييره طريقه اللعب النهارده غير من طريقه لعبه من 4-2-3-1 ل 4-4-2 تكثيف الهجمات التغيير في الشكل محتاج برضو الكثافه العدديه بشكل كبير جدا جدا برضو ده النهارده احد المكاسب ان هو يعود للمباراه مع نهايتها برضو مكسب احسن من زي ما قلت لك ان هو كان يخرج خسران كان وارد جدا جدا الاسماعيلي يخرج بثلاث نقاط لكن النهارده كون ان هو يدرك التعادل برضو احد المكاسب لكن مفيش شك البدايات صعبه المباريات صعبه كل ثلاث ايام لسه بدري جدا محتاج الاهلي محتاج جيش جرار من اللاعبين الجاهزين على اساس ان كل ثلاث مباريات بالظبط كده خاصه انت فاتح كل اربع ايام ماتش انت فاتح محورين على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المحلي موجود فيه هشام محمد محتاج السوليه في غياب حسام عاشور لما يرجع اكرم توفيق لا اكرم توفيق هتحتاج في المنطقه دي كتير جدا عشان المنطقه دي بيبقى فيها اصابات فيها انذارات كتير اللي هي وسط الملعب وهي احسن حاجه اتقالت لعدم التجانس عشان الاثنين بعاد عن اللعب بقالهم فتره طبعا يعني ناصر وهشام برضو في منطقه حساسه في الملعب حته التجانس دي مهمه جدا كان في بطء شديد في الحته دي المنطقه دي هي المنطقه بتاع التحضير بتاعت النادي الاهلي هي المطبخ اللي بيعمل الشغل كله في اداء النادي الاهلي منطقه الوسط ازاي بقدر احضر النقطه اللي الاهلي ما عملهاش النهارده كان دايما يعملها الزياده العدديه في الخطوط كنت بتلاقي دايما تحضير في نص ملعب بتلاقي سعد سمير هو اللي مكمل بيبقى جاي من ورا بيزيد وحسام عاشور مكانه او السوليه مكانه دايما النهارده ما حصلش الاثنين السردباكات واقفين فكان لازم يحصل زياده عدديه من تحت من دول عشان يعملوا اضافه لكل خط الضغط يا كابتن حماده برضه كان قليل جدا والكره الثانيه ايوه الضغط في الكره الثانيه بشكل كبير جدا على اساس تستحوذ في نص ملعب الفريق المنافس يعني. برضه مش عاوز انسى ان فريق الاسماعيلي قدم مباراه تكتيكيه جيده جدا رائعة. يعني في ان هو بيلعب في بدايته بدون خطوره زي ما قلت لك ان انا بختار يعني هو زي ما قلت يا كابتن هو عمل كل حاجه سيطره انتشار ضغط بتاع ولكن الخطوره قليله جدا واستغل الخطا يعني هو لعب على الخطا
واستفاد منه الوحيدة. يعني حتى يعني كابتن قال دي الفرصه الوحيده اللي ظهرت نادي الاسماعيلي. هي على مدار الشوطين فرصه حسني عبد ربه والجون. شوف في مباريات كتيره جدا في مباريات كتيره جدا مدربين بيلعبوا على خطا الغير وان يفضل قافل المباراه، وانا اعتقد ده كان في تخيله اللي هو خير الدين بدر ان يقفل المباراه لابعد مدى مع البعد عن الاخطاء. شوف انت السيناريو كان هيتغير تماما لو ازارو غير نتيجه المباراه. طب لو كان هو البادي النادي الاهلي هيضطر النادي الاهلي يفضل خطوطه باختلاف طريقته هو كمان هيضطر مساحات كبيره. شوف النادي الاهلي النهارده السيناريو اختلف مع البدايه غير النهايه. اضطر النهارده يهاجم بضراوه، اضطر النهارده ان هو يعمل الكرات الطوليه عشان الاثنين سترايكر ان هم يلعب باقل تمريرات واقل وقت، ان هو عاوز يتواجد في منطقه ال 18 واستطاع ان هو يعود. فالاهداف اللي بتحرز خاصه مع بدايه المباريات، يعني عدم احراز النادي الاهلي واستغلاله للفرص ابقى على السيناريو اللي عمله خير الدين مدو لحد ما جه الهدف بتاع الاسماعيلي. اوكي، تفاعلوا معنا على صفحتنا، صفحه القناه الرسميه على الفيسبوك، تفاعلوا معنا وقول هنقول بعض مشاركاتكم او بعض كلامكم ورايكم، واختاروا معنا رجل اللقاء. اسامه، تغييرات النادي الاهلي النهارده، يمكن مؤمن زكريا خرج في الدقيقه 56 بعد الهدف بحوالي دقيقتين ونزل محمد شريف، كمان خرج ناصر ماهر في الدقيقه 66 ونزل مروان محسن، وخرج اسلام محارب في الدقيقه 76 ونزل ايمن اشرف. هي تغييرات طبعا منطقيه نتيجه المباراه، النادي الاهلي خسران 1-0 فعايز يكثف النواحي الهجوميه. مؤمن زكريا النهارده خرج، يعني ما كانش الاداء برضو كناش متوقعينه من مؤمن زكريا، لسه راجع من الاعاره، ممكن يكون حته لسه التاقلم شويه. نتمنى ان شاء الله انه يدخل بسرعه في الفريق اللي جاي ان شاء الله الرحمن، ان مؤمن من العناصر المهمه، لو فاق مؤمن زكريا بيعمل حاله هجوميه عاليه جدا وبيزود خط هجوم النادي الاهلي طبعا، والعمليه التهديفيه عنده رائعه جدا يعني. دخل محمد شريف ظهر النهارده الحمد لله بشكل كويس، رغم انه دخل برضه في ظروف صعبه، النادي الاهلي خسران، الاسماعيلي، دي كلها ضغوطات تبقى على اللاعب، لكن النهارده ظهر بشكل مميز، ظهرت له فرص واحرز الهدف. ناصر ماهر كنا بنقول ليه ما يستكملش المباراه، لكن اللي جبكت عند كارتيرون ان هو لسه النواحي البدنيه مش جاهز بنسبه 100% نظرا انه بقاله فتره طويله بعيده عن المباريات الرسميه، فالنهارده هو حطه في حدود 60 70 دقيقه، والنهارده الوقت اللي هو لعبه ناصر ماهر لا ادى بشكل كويس. نزل مروان محسن كان نازل لهدف، النهارده النادي الاهلي هيبدا يلعب الكره الطويله اللي كانوا بيلعبوها من الاول، فبدا يبقى في عندك اثنين النهارده وعندك زياده على 18، مروان محسن بيجيد انه يزحلق الكره فيبدا يشتغل من الجناب، ناس بتجري زي وليد ازارو. التغييره الثالثه دي اللي انا كنت اتمناها، لكن الحمد لله النادي الاهلي برضو من الاجابات اللي احنا قلنا ان هو يعني احرز الهدف في الدقيقه حاجه و90، ودي روح الفنه الحمراء زي ما بيقولوا ان يعني دي لسه موجوده في النادي الاهلي، فدي برضو من ضمن الايجابيات في المباراه. حته كان نفسي النهارده اشوف احمد حمدي، احمد حمدي من اللاعبين اللي بيقدر يسيطر على الكره تحت رجله، بيقدر يعدي، بيقدر يلعب ما بين الخطوط، ما بين خط الوسط الاسماعيلي وما بين المدافعين، بيلعب في المساحات الضيقه دي. لو كان نزل احمد حمدي كنا ممكن نشوف فعاليه اكبر في النواحي الهجوميه، بالرغم الحمد لله برضو تغييره ايمن اشرف ولعب معلول برضو زي المباراه اللي فاتت، النهارده برضو النادي الاهلي قدر يتعادل. طيب خليني اقول لك كابتن حماده من وجهه نظري، هو ما غششنيش كارتريون ولا حاجه، لكن ممكن تحليلي الشخصي لتغييره أنه هو قال لك مثلا انا بلعب باثنين دلوقتي راسين حربه، بلعب بمروان محسن وبلعب بوليد ازارو، فممكن في الربع ساعه الاخيره احتاج عرضيات كتير. صح. يعني ابقى عندي عرضيات ممكن كتير ممكن. فانزل بواحد بيلعب بعرضيات كويسه اللي هو ايمن اشرف، وكمان معاه علي معلول قدامه بيلعب برضه عرضيات كتير، فمع واحد انا عارف ان هو بيلعب بجنب كويس اللي هو مروان محسن، وفي وجود وليد ازارو مع تكمله من محمد اشرف ممكن يكون ده تفكيره. الاضافه للكره الثابته. هو الكره الثابته هو قال انا قلبت اللعب ل 4-4-2 وراسين حربه، فاضطريت العب باطراف ملعب عشان اشتغل الكورسات. هو شرحها، لكن قصدي كان ممكن حد برضو بيلعب وينج زي شريف لما نزل عمل جبهه كويسه جدا، اي حد من بره كان ممكن يشتغل وينج وعنده المهاره، لكن الاثنين ورا بعض علي معلول وايمن اشرف انا مش شايفها يعني مش مجديه قوي. لا طب ما اجيب حد بيلعب في المكان دوت، هو علي اساسا بيلعب ورا وايمن بيلعب ورا، لكن انا متصور كابتن حماده يعني الابقاء على علي على الاثنين على عرضيه على علي ان هو اولا
مش عاوز يفقد قيمه علي في كرات الثابته، لان هو انت شفت طول المباراه كل الكرات الثابته واخدها علي، سواء الاماميه ناحيه اليمين الشمال، ضربات ركنيه، فاولات، وما اعتقدش يعني في واحد في جودته، على اساس ان عندي اثنين. اي نعم علي مش هو اللعيب اللي هيضيف لك في الناحيه الهجوميه بشكل كبير يكمل، لكن هو بيعتمد عليه في ارسال، زي ما قال الكابتن كده، ارسال الكرات العرضيه، خاصه في تواجد اثنين سترايكر. لا ومعهم مين كمان؟ ومعهم كوليبالي في الكرات العرضيه والثابته، يعني هيبقى واحد ثالث كمان، يعني وشريف، يعني في اطوال عندك، اطوال انت محتاج انك تمولها بشكل كبير بس جدا. هو التغيير الوقت لما تشوف الناس اللي قاعده بره ما عندوش حد في المكان ده، يعني ما عندوش غير شريف بس اللي هو اللي نزل، هو اللي بيلعب طرف، هو خرج مؤمن، خرج اسلام محارب، صلاح في صلاح بيلعبوا محسن. اللي بيلعبوا في الحاجات صلاح دي صلاح محسن لعبها، صلاح محسن يعني من احسن بيلعب جوه الصندوق، لكن هو محتاج مين بيعمل اوفر مظبوط. هاني من هنا، كان علي معلول من الناحيه الثانيه عشان يستغل الكوره، والكوره طول اللي جايه من ورا، بتيجي من سعد، من المدافعين ورا للناس اللي بتلعب العاب هوا، لما لعب براسين حربه يمكن عمل قدر يتعادل. طيب. قد يكون كارترون ده تفكيره في الكرات العرضيه الجانبيه، لكن الهدف جاء كمان من كره طوليه، يعني في اللي عمل الكره ده مش عامل الوقت كبسيه. طبعا انت داخل في اخر 10 دقايق، انت لازم هتحط الكره في 18. قبل ما اخد رايك في تغييرات الاسماعيلي بقى، خليني اقول حاجه يعني مشتركه في الجولين، الهدفين اللي جابوا الاسماعيلي، اللي لسعد الجزيري، واللي جابوا محمد شريف، بيشتركوا في حاجه يعني قوي الملاحظه هيجيبها جونيل. الاثنين في كرة، في حاجه مشتركه في الجولين. خطأ. الهدف خطأ. رجل الشمال ولا ايه؟ ها؟ هو سمح لنا الاثنين بالشمال. الاثنين بالشمال بقى، ان الاثنين بيشتركوا. لا لحقها بالعافيه بقى. الخطأ. والثاني جات له كده. وجات له. لكن شريف عملها هي الشوطه بتاعت ازارو، في بلوك اتعمل فنزلت متصلحه لشريف. اللي هي جوه السته. ده الخطا الدفاعي اللي هو الهدف اللي جه. اللي لعب عليه خير الدين مضوي، ان هو قاعد مستني لحد ما الهدف يجي. شوف اولا مفيش تعطيل في نص الملعب، لازم يحصل ضغط هنا، كلنا نشارك فيها بقى. مفيش تعطيل، مفيش تعطيل، ضرب بص السوليه كمان كان لازم يكمل. لو وقف سمير، لا ارجع شويه، ارجع سمير، نادر ده المفترض، ده الديفندر الرئيسي اللي قدام الاثنين ستر هافين، الديفندر هو المفترض الثابت المدافع. لا ارجع كمان جنب حسن. لا اللي هو المثلث الدفاعي، المثلث الدفاعي ده نادر رمضان، جاي براحته في مساحه كبيره جدا. هو عموما الضغط في الفرقتين، عشان تعطى كره زي دي. الحاجه الثانيه الضغط في الفرقتين الجماعي كان ما كانش كويس خالص. هنا في باص بطولي ضرب اثنين ديفندر اللي هو هشام والسوليه. وبعدين بص لسعد الجزيري، في عنده انطلاقه جيده جدا لو عملها خلفه، وهنا كان في عدم ترابط بين معلول، كان لازم يغطي لجوه، يعني يقفل لجوه شويه، ولا الراجل اللي جاي بعدها لازم يعمل سبرنت مؤمن. لا بص انا عاوز اقول، ارجع خطوه سمير، لو رجع خطوه بص البوزيشن بتاع معلول في ان هو يقابل الكره زي دي، الدوران دي هو اللي عطى الافضليه للجزيري. هو يعني الدوران ده نص الترن ده اللي عمله، هو اللي عطى انه يوصل الجزيري للكره بدري. طب معلش يا كابتن، برضه كان لازم الشناوي يعني سهل عليه المهمه شويه، كان لازم يقف النهارده لسه معلول، وخروجه بيقفل عليه يا جماعه برضه، يعني بيقفل عليه برضه، هو سهل الدنيا شويه عليه، كان لازم. انا شايف ان علي كمان، لا علي لو عدتها كده، علي كان لازم يبقى لجوه شويه، يعني لازم علي يكون لجوه شويه. بص يا كابتن، طارق، بص يا كابتن حماده، كابتن اسامه، لازم سبرنت جامد جوه، علي يبقى لجوه شويه قافل، ومؤمن زكريا يكمل مع الراجل عادي جدا. بص اللفه بتاعته دي، بالظبط. انا عاوز اقول لك، اديته بطء. بص كابتن سيد، انا عاوز بعد اذنك، اتفضل. الاهلي كان مستو ان الكرات اللي زي ديت كانت بتفسد بدري، مظبوط، مش اخر خط، فاول تكتيكي، ايوه مش اخر خط، هو خط الدفاع لو من عند نصر. لكن تبص النادر، نادر عامل اختراق، بص مستلم منين؟ من نص الملعب. بص حضرتك، ثم معدي بيعملها حسام عاشور دي، كل واحد بطأ يا كابتن مصطفى حامد، معلش انا اسف. بص ارجع معلش يا سمير، ارجع يا سمير، كل واحد جه في اللحظه الاخيره وراح مبطئ رتم بسرعه، اعتمد على غيره. بص اعتمد على الغير، هي هنا، هي اتفضل كمل يا سمير. بص عليك، بص ناصر ماهر، بص كمل يا ناصر، بدا يبطئ، بص ناصر. هي هنا شويه، بص عمرو السوليه بعد ما عدته، بص الضغط عامل ازاي، بدا يبطئ عمرو وقف خالص، ضرب خط عمرو وقف خالص، هشام محمد والسوليه هنا، مؤمن زكريا في حاجه بقى. استنى هنا يا كابتن سيد، هنا لازم كولوبالي لازم هنا برضو، ما ينفعش افضل احلق كتير على 18، لازم يبقى عندي ضغط، لازم عندي ضغط. اداله حريه النهارده نادر رمضان، يرفع عينه ويعمل الباص بمنتهى السهوله،
لازم النهارده لازم اضايقه. لا ده الموقف ده كمان بص النهارده بص مشيت له الكره مظبوط كولوبالي بدا يرجع وسابه تاني مره المتاس لازم برده كان يبقى في ضغط من بعد وانا واقف كده على معده كده على الطريق. لا الحاجه الثانيه يا كابتن حماده يا جماعه لازم الشناوي يطلع. لا كابتن حماده بص يعني انا عاوز اقول لك ان يعني لو طويله شويه خدها لو طويله لا هم في قطع لا هم هو مش هيلحقها. انا عاوز اقول لك يا سيد اولا بص في يعني سوء تمركز في الديفندر. بص المفترض لو وقف هنا هشام مع السولية يبقى فيه ميل. حاجة تانية بص باص زي ده اتضرب بيها خط نص الملعب بالكامل وخلق موقف أربعة ضد أربعة. بص الأربعة الصفر بص كام لعيب الأهلي يا كابتن كتير وعلى أربعة أربعة أصفر بس زيادة عن الأهلي. بص التمركز الدفاعي في نص الملعب سيء جدا جدا جدا. الأول اللي عطل لنادر إن هو يعمل الباص ده. بص هي بص إيه ده؟ اولا مفيش ضغط مفيش تعطيل تمركز وبعدين يعني حتى في الديفنس زي ما قال اسامه في تحليق هنا الكره دي كانت لازم تقف هنا. بص بقى الموقف اللي جاي لو مشى الكره 4 ضد 4 بعد ما كانت 4 ضد 9 شوف الانطلاقه بتاعت الجزيري لا 5 5 ضد 4 بص عطى هنا نسبه الخطا اللي شاف فيه الديفنس لكن ده عاوز اقول لك ده وارد ومحظوظ برضو. بص انا عاوز اقول لك طبعا فيها توفيق جامد جدا. شوف انا عاوز اقول لك يعني ده وارد ان الباصه وسن الاخطاء الاخطاء كابتن حماد ده وارده طبعا الكوره كده في كتير مباريات كتير جدا بتنتهي انك بتلعب على نسبه الخطا في الفريق المنافس. هم خير الدين مضوي لعب على دي قفل بشكل كويس كان الصراع في نص منطقه نص الملعب كان في يعني باد لك للنادي الاهلي ان هو ما استثمرش الفرص اللي اتيحت ليه لان لو استثمرها كان هتغير سيناريو المباراه وقعد قافل 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 لحد ما جت دي عطى الليدنج لصلاح الاسماعيلي ولولا التوفيق ان النادي الاهلي لحق نفسه في الدقيقه 93 كان قاب قوسين او ادنى. كابتن طارق الماتش كله مش 90 دقيقه الماتش وقته الضاع ده كان استطاع ان هو في المباراه. نتكلم بقى على جول الاهلي هاتوا من البدايه بقى كده يعني من البدايه انا عايزك تشوف الشناوي عامل حاجه نموذجيه. خلي بالك الشناوي بص اقف 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 نص ملعب الاهلي كله ما فيهوش غير الشناوي بس طالع عند الدايره تمام. يعني لو كولوبالي مثلا كولوبالي مش هنا خالص على فكره كولوبالي قدام يمكن ولا هو ناحيه الناحيه اليمين دي كمل لا كولوبالي كمل قدام اهو كولوبالي قدام هو خلاص اعتمد على الكرات الطوليه هو اللي لعب هو اللي جنب ده مع محسن لا ده مروان محسن اللي لعبها ما انا عارف يعني هو مشارك قبليه مظبوط صح كده كويس ان ما جاتش في دماغه لما جت لو جت في دماغه كانت باظت تمام. كمل ريتشارد هو اللي لعبها على فكره وبعدين اللي لعبها وليد ازارو وجت لمحمد شريف. حدش عايز يتكلم على الجول؟ لا لا هدف اولا في نسبه اخطاء بشكل كبير جدا يعني مشتركه برضه في نص في خط فنس النادي الاسماعيلي. شوف من العاب الهوا للنادي الاهلي مظبوط صح تميز طبعا بص الكره اللي زي ديت اولا مفيش تنظيم دفاعي في خط دفاع النادي الاسماعيلي. بص الاصرار بص اللاعب داخل ال 18 وفي حاجه قالها كابتن طارق العاشر الحقيقه واحنا بنتفرج قال حاجه مهمه جدا قال عشان العب الكره الثانيه لازم اللي لعبها اللي بعد يكون قريب شويه مهم جدا ما هاخد الكره الثانيه ازاي مهم جدا دي وده اللي حصل في الجون وده اللي احنا يعني اللي كان ودي لعبتك المفضله على فكره معانا اللي بينجح الكره دي اللي بينجح الكره دي يا كابتن سيد هي الكره الثانيه مظبوط انك انت هنا معرض انك ياخد كده زي ما مروان حطها لي في المنطقه الخطر يا اما الديفنس هياخد عاوز احياها من جديد انا عاوز دايما ضاغط انا في الدقائق الاخيره لو انا بعدت عن اتبعدت عن الخطوط خلاص قال الخطوره راحت مظبوط انا محتاج ان انا احطهم دايما تحت الضغط وده خلي بالك بص من عند الشناوي انت قلت يعني لفت نظرنا ان مفيش حد بص اثنين قلبات دفاع فين بعد الدايره معدين. بعد الدايره يمكن طبعا. ده خلي بالك اللي ما كانش بيعمله الاهلي طول المباراه الخطوط كانت متبعده بشكل كبير طب اقف كده معلش اقف مع بص يعني في حاجات تعدي يا كابتن حماده كابتن طارق كابتن اسامه حسني في حاجات تعدي اقف وكره عند الشناوي في حاجات تعدي هي جت جول والكل هينسى حاجه بس في حاجه هنا في منتهى الاهميه لازم الاهلي ياخد باله منها جدا يا كابتن طارق ارجع بقى من عند الشناوي بعد اذنك هي جول والف مبروك انها جت جول طبعا بس بص هنا كمل كمل انا عايزك تشوف الاسماعيلي اللاعب الاسماعيلي بقى فين ولاعيبه الاهلي اقف هنا اقف هنا اقف دخلوا ال 18 ده خطر جدا لا انا اصلا الاثنين في نص الملعب لازم واحد يكون وراه يعني انت طبعا بتدور انت بتدور على التعادل لكن كمان ما يدخلش فيها جول مظبوط كده يعني بص حضرتك لازم واحد من السردباكين اللي واقف او اخر اثنين يكون وراه يكون وراه يهدى يكون وراه بس كده خلاص الكره ترد تاني معاه ده اللي بيحصل بقى السرحان بتاع الكور المرتدات من السردباكات كله بيتفرج على الكوره
خلي بالك عامل التوقيت يا كابتن حمادي. نعم. عامل التوقيت مهم جدا. ايوه بس المدرب يعني النهارده كون اللي كل بالي انا بوقف واقعد على الخط الحاجات دي كون طب لازم كده الحته التنظيميه الصغيره دي في مجموعه دفاعيه ملهاش دعوه بالهجوم خالص. انا عاوز اقول لك يعني انا عاوز اقول لك شوف لاعب الاسماعيلي المدافع اللي اتزحلق ده لو هو واخد خطوه رابط قدام رابط اوفسايد شريف الحمد لله وعشان ربنا بيكافئ محمد شريف يعني وهو نازل عايز يعمل حاجه يعني احساسي بيه عايز يعمل حاجه عايز يعمل حاجه برضه ازاره حرف فيها يعني بص ازاره طبعا جت في حسن عبد ربه وجت لمحمد شريف هو الاهلي يستحق يشوف على الاقل الاهلي يستحق الخش الاول نار من 3 4 لعيبه دخل ال 18 في الوقت دوت لكن بدايه قويه بين فرقتين فرقتين كبار فريق النادي الاهلي وفريق النادي الاسماعيلي وعمل الاسماعيلي الامانه مع بدايه انا ما كنتش متوقع الامانه على مستوى الاستحواذ كابتن حماد التكتيكي عالي جدا منه طيب خليني ناخد بقى فرصه كده وكل واحد يحلل الفرصه اللي هتجيله انت ونصيبك يعني هات لنا فرصه بقى يا كابتن سمير يعني اولى الفرص كانت فرص علي معلول كابتن حماد علي معلول علي معلول كان لازم يفكر لبره يا ريت يبان لا على فكره انت ممكن تبص هنا ابص هنا بس تيجي لما تيجي اتفضل ايوه دي كانت في اول مباراه وراك يا كابتن حماد وقطع بشكل كويس وكمل كويس وفرق سرعه كويس اللي هي بتاعه علي معلول اقف هنا اقف يا سمير لازم يا كابتن يعني لازم ده انا اسلام محارب اللي هو ناحيه اليمين ده شويه وده ناصر ماهر يروح بقوه روح كمل والزاويه قفلت عند علي معلول الزاويه قفلت خالص هو حط في لازم على البعيد كان لازم بص على البعيده الراجل دوت اللي على البعيده جول يعني فحاله جول. بس كده تشيب كده يا اما اعمل شيب باص من فوق عصام مظبوط صح كان عمال لكن هو شاطر ما عارف بس حرب بتاعه وليد ازارو خلي بالك بس اقف بعد اذنك ايجابيات برضو وليد ازارو نزل مكمل ناصر ماهر مكمل مؤمن زكريا فتح مساحات طبعا خلق المساحه سحب هو سحب السنتر اهو ناصر ماهر عمل ثرو باص كورتين بجونين طبعا بتاعت وليد ازارو رائعه دي بتاعت وليد الاثنين اصعب قرار اللي خده علي معلول اصعب قرار هات الفرصه اللي بعد كده اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن لازم اتفضل يا كابتن اوعى البعيده اتفضل يا كابتن اسامه بص حلل لنا دي بقى دي طبعا تمريره سحريه من ناصر ماهر فيها رؤيه تحرك برده جيد من وليد ازارو تحرك بالعرض عشان ما يقعش في الاوفسايد اتحرك بالعرض وبدا بعد كده يروح حته البطء شويه وهو رايح لازم يروح بنفس السرعه هو حب يضمنها قوي بص يا كابتن هنا التمريره يعني ما شاء الله بلسم. شايف ناصر ماهر عاملها بلسم الكره وقفت شويه لازم يروح بقى بالسرعه لازم ازق الزقه بص الزقه الاطول شويه هو لما جه زقها وقفت تحت رجله لازم اروح حتى لو هو زقها على زق والكره وقفت لازم اجيبها على رجل الشمال عشان يبقى لاعب اسماعيلي على ايدي اليمين وابدا اسدد برجل الشمال كويس سلينا كابتن اسامه هنا لازم يحمي لازم يحمي كورته ياخد المدافع وبعد كده المهاجم برضه بص يا كابتن هنا جت بص هنا يا كابتن كله في سرعات جت لازم اخدها لبره على الشمالي واسددها بشمالي ان رجل اليمين والكره بقت اتجاه لاعب الاسماعيلي واشوطها بشمال خلي بالك توقيت الهدف ده يعني 23 طبعا ده عارف انك معناه انك لما تجيب هدف في الدقيقه في الثلث ساعه الاولى انت ده احسن ما تتمنى اي مدرب لان بتقول اول ثلث ساعه اجيب هدف شوط كبير طبعا تانية. طبعا الفرقه الثانيه على طول بيغير النظام بتاعه انا عايز اكسب طبعا دي بتاعت ناصر صلاح خلقها لنفسه بشكل كويس جدا اتحرك خلف وليد ازارو ازارو لمسها بشكل كويس جدا وليد ازارو مشترك في كل هجمات الاهلي شوف كل الهجمات بتاعت النادي الاهلي يعني وليد ازارو مشترك شوف البطء حتى في دفاعات النادي الاسماعيلي ناصر حرر نفسه بشكل كويس جدا كان ناقص للامانه ان هو حلو بس برضو الحضري بخبرته يعني اللمسه ديت استطاع ان هو ينقذ هدف زي ده لمسها شوف ان هو اتحرك في المساحات لا انا مستاش انا مستاش لو في كره اسرع في زاويه ورا الـ لا هي كره رايحه حلوه يعني في هي لا ما فيهاش توفيق لناصر ماهر عمل فيها الصح ركنها في الزاويه البعيده بطن رجله او بوش رجله في الزاويه البعيده فهو يعني هي كانت ناقصه التوفيق بس في الكره دي ناصر محتاج ثقل في المكان ده هتاخد منه شغل كويس حركاته هايله يعني وليد ازارو بيلعب النهارده مهاجم صانع لعب شوف وليد اللي في المساحه في خلق فرص للتهديف للناس اللي بتيجي من تحت الكره ديت والكره اللي قبليها تحركه الايجابي للناس اللي بتيجي من تحت بشكل جيد
لا محطة ممتازة طبعا وليد. لا في واحدة لمحمد شريف تانية يعني في واحدة لمحمد شريف. محمد شريف في الشوط في واحدة لمحمد شريف في الشوط التاني. دي فرصة طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه. واحدة لمحمد شريف في الشوط التاني كانت باينة جدا يعني. شوف أول ثلث ساعة النادي الأهلي جاله أربع ضربات ركنية. ده دليل على سيطرة النادي الأهلي في خلال الثلث ساعة الأولى. كان محتاج إن هو يترجم السيطرة دي لهدف. كان هيقتل المباراة من بدايتها. وإن هو هيغير السيناريو تماما لفريق نادي الإسماعيلي. لكن طبعا عدم استغلال الفرص ما فيش شك طبعا دخل النادي الاسماعيلي في المباراه لحد ما جه الهدف بتاع نادي الاسماعيلي اللي طبعا هدف مشترك احنا قلنا بين حراسه المرمى وخط الدفاع. اوكي محمد شريف دي محمد شريف يا كابتن محمد مشترك في نص التيم نص الملعب والمدافعين والجون بالظبط. طب هات لنا دي مره ثانيه بعد اذنك. بص يا كابتن حماده اتفضل انت وحضرتك. تحرك كويس جدا جدا يعني طبعا فيها توفيق طبعا في الكره ديت. خلي بالك شريف هو اللي عملها الوقت ده عملها وكمل كمل كمل مستني يعني الخطا بتاع المدافع. شريف هو اللي عمل الباص ومكمل وراها. هي كابتن حماده اتشاطت في نفس المكان اللي واقف فيه عصام الحضري. كانت لازم في الزاويه البعيده على شمال الحضري لازم تروح في المكان البعيد. يعني لعبه شريف دي شريف يعني انا مرنت في دجله دي حاجاته اللي تيجي من يمين او شمال بيعمل اللي على البعيد كويس قوي بيمين وشمال. هنا عملها لازم وهو بيجري هنا لازم يعدل جسمه هو هنا رايح ليها رايح للكره لا راح للكره راح للكره في خط مستقيم لازم يجري بجنبي شويه وبعد كده يركنها برجله. المسافه ما ساعدتوش المسافه ما ساعدتوش اللي هو ياخد اللفه بتاعت الكروس الناحيه الثانيه. انا ما بعتلي رساله ما اعرفش هل صحيحه ولا لا. احمد الشناوي بيقول ان او كابتن احمد الشناوي بيقول ان الهدف الاهلي تسلل. هات الهدف ثاني كده. هات الهدف الاول كده. كابتن احمد الشناوي انت بدات الليله بدري ليه؟ الراجل واقع يا كابتن. الراجل بيتزحلق. لا بص يا باشا فيها شك. لا فيها شك ازاي؟ طب بص حضرتك بص اقف مع كل كره. اتفضل هنا اتفضل. انا مش عايز اقولها من بدري. كابتن سمير مش هيقول حاجه. كابتن سمير مش هيقول حاجه كده. مش هيقول كده كابتن سمير. بص حضرتك انا شكيت فيها. لا بص حضرتك الهدف يا كابتن سيد ولا قبل الهدف بتاع النادي الاهلي فيها شك. ليه؟ اقف فين؟ استنى استنى اقف فين مع حضرتك؟ لسه هتخبط في حصني؟ لا هتخبط في حصني؟ هتبقى هجمه جديده لسه. بص لعبه ثانيه. كمل 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 كمل. راحت لحسني اهي في صدره. كمل هناك. بص خلاص هو طلع من الاوفسايد. ما شوف شوف ارجع 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 لما جت في حسني حتى ارجع لما جت في حسني. لا شوف المدافع كمان بعد لو جت من ازاره لشريف اوفسايد. لكن لما راحت لحسني بقت لعبه جديده. طبعا لعبه جديده. بص يا كابتن لا بص المدافع لا المدافع غطى فيها. اول ما تيجي في لعب الاسماعيلي وقف. اول ما جت في حسني بص كمل كمل كمل. لا كمل كمل بس. كمل خلاص كمل. خلاص كمل يا عم اقف فين يا عم. انا عايزك تقف حتى هنا. ده الاثنين على خط واحد خلاص كده. واحده كمان ده حتى الاثنين كده على خط واحد. بص لعب الاسماعيلي على الخط. هنا وليد ازار قدام الخط. كوره جت من حسني. شريف شريف قصدي شريف. بص رجل لاعب اسماعيلي اول ما جت في حسني الراجل ده راح مغطي. لا يفتى وسلف. لا انا هقول لك على حاجه كويس. اصل انا يعني دارس لا يفتى وسلف في المدينه. بص انا هقول لك على حاجه كويس. بص يا كابتن بص هي تتحسب انها جايه من الخصم امتى تمام وتتحسب هدف امتى وتتحسب لعب بعديها امتى. لو بتمنع هدف لو بتمنع هدف حتى لو جايه من الخصم ما تبقاش لعبه جديده. لو انت لو انت واقف على خط الجول ما تبقاش لعبه جديده. ما تبقاش لعبه جديده انت بتمنع هدف. لكن دي انت بتلعب لعب عادي يعني حسني بيلعب عادي. حسني ما بيمنعش هدف. فالكره طبعا هدف صحيح. بس طبعا ما هيبقى معانا اسطوره التحكيم كابتن سمير كده خلاص بيقوم على خط واحد وكره رايحه في صدر حسني. لا خلاص مش احذروا احذروا كابتن احمد الشناوي احذروا انا عارف. طيب تعالى خلاص اتكلمنا في الفرص وكل حاجه. الاهلي فيه حاجات كويسه النهارده. الاهلي طبعا خسر نقطتين لكن كسب محمد شريف كسب ناصر ماهر لعدد فرص لعدد وقت كبير قوي. ناصر رجليها كل ما هتبقى في الملعب هياخد ثقه اكتر. الوم عليه بعض احتفاظه بالكره اكتر من اللازم في بعض الاوقات. في اوقات كتير جدا جدا اللمسه الواحده كابتن طارق كابتن حماده كابتن اسامه طبعا انتوا سيد عارفين بتنقلك نقله كبيره جدا. مش شرط ان انت اللي تنقل كمان بص يا كابتن سيد الكره بنفسك يعني. النادي الاهلي لازم اتكلم بصراحه محتاج مكان عبد الله السعيد. عبد الله السعيد كان عامل حاله في النادي الاهلي في صناعه اللعب. وانا بقول يمكن قلت قبل كده ان اللي يعوض المكان ده دلوقتي ناصر ماهر. سنه صغير محتاج ياخد وقت كتير مع يعني ماتشات كتيره مع النادي الاهلي. الثقه بتلعب مع فريق بطوله بتلعب يعني في حاجات كتيره جدا لو تخلص منها ناصر زي ما انت قلت الزيادات اللي بيعملها. في زياده في وقت معين في منطقه معينه في الملعب لازم اعمل الزياده. لكن في الحاجات اللي في نص الملعب دي لازم اشتغل اللمسه والتحرك اللمسه والتحرك دي هتخلي ناصر ماهر يعني هيعوض كتير جدا
وهيسد الثغره اللي كانت مفتقدها النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيحتاج المكان اللي هو بتاع عبد الله السعيد جاي الحته ديت جاي. طبعا الاصابه بتاعته اثرت بشكل كبير جدا. اه طبعا هو السعيد بص قعد سنين الناس كانت بتهاجمه سنين الناس بتهاجمه آه. لكن ناصر داخل بسرعه ناصر وشخصيه السنتين بتوع الاعاره بتوع سنه بتروجيت وسنه سموحه الاهلي كسبوا عد يعني اديته ثقه كثيره جدا آه. وكبيره لو يقدر يعود في النادي الاهلي وماتش النهارده يديله ثقه وكويس اللي طلع في تعادل ما بقاش هزيمه لكن النقطه زي دي النادي الاهلي عاد بيها يعني كان الماتش رايح منه خالص. شوف انا اشوف للمرحله القادمه للنادي الاهلي ناصر محتاج مواصله المشاركه عشان تكسبه لياقه المباريات بشكل كبير جدا لان عنصر هتعتمد عليه خلال الفتره الجايه. شريف محتاج كم اكتر في المشاركه في سرعات خاصه على صعيد الثلث الهجومي لو انت عاوز تكسبه لياقه مباريات خبرات في المباريات القادمه. عندك مباراه قادمه ده من امام النادي المصري محتاج انك برضو بالاضافه انك بتوسع نطاق المشاركه انك بيبقى عندك اكبر عدد من اللاعبين جاهزين عشان لما يحصل في دروب. انت لا ملاحظ محمد هاني حاسس لو موجه حتى في ماتش افريقي في حاجه في اجهاد في حاجه بدا يحس بالعب بالسمانه في الاخر كده اه خلي بالك من فتره خلي بالك انت مع بدايات 90 دقيقه طبعا بدايه الدوري الموسم لسه اللعيبه بتكتسب وجاي من راحه كبيره مش راحه قصيره زي ما كان النادي الاهلي بيبقى فيه التلاحم في المواسم. لا ده راحه كبيره فانت النهارده عشان اللعيبه دي تجهز محتاجه سلسله مباريات متتاليه عشان تقدر تحكم عليها في الحكم الايجابي سواء على صعيد اللياقه البدنيه او على صعيد الناحيه الفنيه. مفيش شك النهارده الاهلي كان مقل كتير جدا 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 في ارسال الكرات اللي انت متعود استخدام الاجناب اللي هي المفاتيح بتاعته ده المفاتيح. يعني الاهلي عنده من اليمين وعنده من الشمال وعنده من العمق وعنده التحركات أيوة. فالنهارده تلاقي جبهه اليمين اللي كان بيعملها اسلام محارب بس هاني قليل قوي الشمال كانت شغاله كويس كان علي معلول شغال بشكل جيد مع مؤمن. حته الضغط كانت موجوده في النادي الاهلي النهارده وده يمكن عبد الافضليه في نص ملعب نادي الاسماعيلي النادي الاهلي كان بيتقطع منه الكوره في منطقه معينه كانت تلاقي الضغط الجماعي او المركب بيجيب الكوره بسرعه. لا انا حاسب في الشوط الاولاني كميه ميس باس كبيره جدا من اللاعبين ما تنساش برضو ده احد يعني نتائج بدايه الموسم ان التركيز بتاع اللاعبين طبيعي طبيعي مع الاسابيع طب حد له تعليق على تغييرات الاسماعيلي بقى؟ الاسماعيلي برضو اجرى ثلاث تغييرات محمد هشام خرج ومحمد هاشم اسف ونزل احمد ايمن في الدقيقه 55 شكري نجيب خرج في الدقيقه 73 ونزل محمد الشامي ولسعد الجزيري خرج في الدقيقه 90 ونزل كريم بامب. هي التغييرات بتاعت النادي الاسماعيلي يعني محمد هاشم باك رايت نزل برضو مكانه احمد ايمن في نفس المركز. التغيير الثاني كان في الدقيقه 73 والاخير 89 شكري نجيب برضو نفس خصائص محمد الشامي لكن محمد الشامي عنده الناحيه الهجوميه لكن برضو الناحيه الدفاعيه عنده اكتر شويه من شكري نجيب. لسعد الجزيري نزل مكانه كريم بامبو هو برضو يعني في اخر المباراه ممكن يكون خير الدين مضوي يعني بدا قال لك النادي الاهلي هيبدا يجازف هيبدا يفتح خطوطه فبدا يحط السرعات اللي يقدر يعتمد عليها. كريم بامبو التغييره دي ممكن يعني عايز يلعب على مثلا المساحات في ظهر معلول مساحات في ظهر محمد هاني لو طلع الزياده العاديه اللي عملها كارتيرون لما بدا يغامر في اخر المباراه ويلعب باثنين مهاجمين نازل محمد شريف فتح الخطوط فهو بدا يلعب على دي ان هو ممكن يقول لك احرز الهدف الثاني او عطل النادي الاهلي يعني وسبب له مشاكل في الثلاث تغييرات والنتيجه 1-0 لصالح الاسماعيلي كانت تغييرات دفاعيه. الشامي عنده قدره دفاعيه كويسه جدا كان عايز يقفل مع طارق طه قفل معاه كويس كان اجهاد حصل لهاشم فنزل تنشيط دفاعي من احمد ايمن لما نزل كريم بامبو كريستوفر ده عارف نزل ما بقاش راس حربه نزل في نص الملعب شويه وساب كريم بامبو على الطرف لاي كره مرتده لكن هو زود نص الملعب بكريستوفر فده كان كلها تغييرات للشكل الدفاعي اللي عمله في الاخر. طيب خليني اقول لك في تواصل كبير جدا جدا معانا هنا ومع حضراتكم يعني مؤمن عصام بيقول ناصر ماهر هو افضل لاعب في المباراه من وجهه نظره. عماد بيقول عبد اللطيف بيقول ناصر ماهر. رضوى بتقول ناصر ماهر. محمد ايمن بيقول ناصر ماهر. محمد جمال بيقول ناصر ماهر. تامر بيقول ناصر ماهر وكمان محمد مجدي بيقول ناصر ماهر. انا عايز اقول لكم على حاجه هنحاول
في يوم من الايام نجيب 3 4 من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي قوي او المشجعين للنادي الاهلي ونتكلم معاهم في الامور التحليليه, يعني الامور الخاصه بالمباريات, وهنعمل منافسه كبيره جدا ما بين تحليلكم على وخصوصا لو كان الجنس لطيف, واحنا عندنا الجنس الناعم ناعم والجنس الخشن خشن. هضطر القعده يعني لازم برضه نسمع وجهات نظر الناس يعني. ف آسر بيقول ناصر ماهر, في اجماع على ان ناصر ماهر هو الا مصطفى بيقول ناصر ماهر, محمد عاطف بيقول ناصر ماهر, وبيقول هشام محمد كان بيموت نفسه على كل كوره, احمد علي او احمد علاء بيقول ناصر ماهر, محمود عيسى بيقول ناصر ماهر, وكريم رزق بيقول ناصر ماهر, مجموعه من الرسائل كتير جدا جدا, محمد تميم بيقول ناصر ماهر, واسلام علي بيقول ناصر ماهر, والدنيا دواره ناصر ماهر, علي بيقول ناصر ماهر, وكريم عبد الله بيقول ناصر ماهر, وحوده كامل بيقول ناصر ماهر. كميه كبيره جدا من الرسائل, اعرضوها على الشاشه على طول قبل ما ناخد راي كباتننا كمان مين احسن لاعب في اللقاء من وجهه نظركم. خلينا نشوف برضو اخر ورق اللي ممكن ناخده, هي رسائل كتير جدا بشكركم عليها طبعا. احمد صبري بيقول ناصر ماهر, ومحمود محروس العتيبي بيقول ناصر ماهر, واحمد سويلم بيقول ناصر ماهر, احمد امير بيقول ناصر ماهر, وسلام احمد بيقول ناصر ماهر, وايمن بيقول ناصر ماهر, واحمد امين بيقول ناصر ماهر, رضوى بعت كتير بتقول ناصر ماهر, عبد الله اشرف برضو ناصر ماهر بالنسبه له, احمد علي بيقول ناصر ماهر برضو, وشدوى بقى المره دي مش رضوى بتقول ناصر ماهر, احمد سعيد بيقول لي راجل مباراه بالنسبه له هو كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي, سندس محمد بتقول ناصر ماهر, دولة بيقول ناصر ماهر هو راجل اللقاء النهارده. من وجهه نظرك مين راجل اللقاء النهارده؟ عارف ليه بيقول ناصر ماهر؟ عمل ثلاث لقطات بثلاث اهداف, ثلاث تمريرات سيست بتاع وليد ازارو, تمرينتين, واحده للمعلول وواحده واثنين لوليد, في واحده لوليد ثاني بس وليد استعملتها, او تمرين اتاسف وليد ازارو, والتكمله اللي عملها تحت راس الحربه الكره اللي جت في العرض. اوكي فثلاث, ده في واحده كمان, ثلاث كور مهمين جدا وثلاث لقطات في المباراه, هو ده صانع اللعب. بس يعني ممكن ما يعملش حاجه في الماتش كله, يعمل الثلاث لقطات دي بثلاث اهداف وخلاص. لا هو محتاج الامانه مباريات كتير هتكسبه, لا بس برغم المجهود البدني القليل بتاعه ما وصلش لسه للفورمه, ولكن عمل ثلاث لقطات بثلاث اهداف. لا وفي اجماع بالجماهير يعني اجماع بالجماهير على يعني ان ناصر في المباراه عطى مردود يطمنك, عطى انت كجهاز فني ان هو تقدر قدام تزيد ليه الوقت في الفتره القادمه. مظبوط, وكل ما هيقف على رجليه يكتسب لياقه المباريات, ياخد الثقه, هتاخد منه احسن من كده كمان. واقول لكم حاجه برضو انتوا سيدي العارفين فيها, الاهلي مختلف عن الانديه, فالمدير الفني بيبقى محتاج يطمن حاله لاعب لو رماه في المباريات الكبيره. طبعا انت رميته النهارده في ماتش الاسماعيلي, والاسماعيلي فرقه كبيره وماتش كبير, فالنهارده لو احتاجته حتى ان انت تقيده في افريقيا, خلي بالك في افريقيا عندك بعد اداؤه ده, برضه هاخد وجهه نظركم بعد اداؤه النهارده ممكن يتأيد. وتأيد لا لا فاضل يوم, انت يوم اربعه اخر يوم, اربعه ولا النهارده الساعه 12؟ لا اربعه الساعه 12 بالليل, انت لسه قدامك بكره وبعد بكره وبعد. انا كنت بسألك في اجتماع دلوقتي تستفيد منه, في اجتماع دلوقتي هتختار دلوقتي مفيش مشكله, لكن انا بتكلم على القيد يعني. خلي بالك برضه كابتن سيد مع ناصر ماهر برضه محمد شريف برضه النهارده اداك ثقه ان عندك تغييره بره يعني قاعده على الدكه ممكن تنزل برضه تغير لك, ممكن بالزبط تضيف لك, ممكن تسبب لك مشاكل في دفاع الفريق المنافس برضه النهارده. محمد شريف مكسب كبير برضو مع ناصر ماهر, مش عايزين نبخس برضو دور محمد شريف طبعا في الوقت الصعب جدا نازل فيه, وانت بتلعب قصاد الاسماعيلي والنتيجه مش في صالحك, و يعني بتبقى مضغوط حتى عصبيا شويه كده, لكن الاهلي زي ناصر ماهر النهارده برضو في بداياته هو مش راهب الموقف, عن شخصيه تحت رجله, عن شخصيه, اهم حاجه بدور عليها ده, شخصيه اهم حاجه, اهم حاجه بدور عليها في الفرقه الكبيره, ممكن تبقى فنيا مش 100%. لكن سمعت ناس كده بتنتقده عشان عنده شخصيه, لا لا بالعكس, كذا واحد اتكلم عليه يقول لك ازاي هو لسه لعب عشان يتكلم كده, يعني كان بيتكلم يقول لك انا عايز اروح العب كابتن, انا ارجع النادي الاهلي بس العب كابتن حماده, هو واثق في قدراته كابتن حماده, انت محتاج لاعبين ذو الشخصيه المؤثره,
انت النهارده برضو يعني محتاج الليدر ان تقدر من يقود الناس دي داخل الملعب. تمام. انت النهارده برضو افتقدت لحسام في قيادتك لفريق النادي الاهلي. حسام عاشور. حسام عاشور مفيش شك ليدر في نص الملعب يقدر يربط بشكل كبير جدا في حاله افساد الهجمات، ليه دور مهم جدا جدا قبل دفاعات النادي الاهلي. انت برضو اللي هو زي ما انت قلت حسام عاشور اللي هو مش حسام الراجل الديفندر الديفندر. أيوة. انت لازم عندك واحد منهم من الثلاثه يبقى الراجل اللي عنده قدره على افساد الهجمه، قطع الكوره، الاستحواذ، الاستخلاص اللي بيعمله. انا كنت بقوله للكابتن سيد ان افساد الهجمات قبل ما يكون خط الدفاع هو الخط الدفاع الاول. صح. لا من بدري لازم يكون الهجمات دي بتتعمل اللي بيعملها حسام عاشور ديت. ايوه. في نص الملعب محتاج حد من الثلاثه يقوم بالدور ده. لكن ناصر هيضيف. طيب ناصر ماهر هو راجل المباراه بالنسبه لك؟ ناصر ماهر. كابتن اسامه. ناصر ماهر مع محمد شريف. لا لا احنا نقدر نطلع بره الجماهير. كابتن حماده. مش ممكن ناخد حد من الاسماعيلي مع ناصر؟ طبعا. انا شايف احنا ناس احنا ناس ثانيه بس انا شايف ديمقراطيه جدا. ناصر ماهر بس صادق عمل محمد صادق. محمد صادق عمل ومحمود متولي والله كويس. انا عجبني صادق. محمود متولي كويس. لا في كان محور اداء الاسماعيلي في اللي لو كان رجل مباراه بالاسماعيلي انا من رايي خير الدين مدفون. مظبوط ماشي مظبوط. انا معاك في ده. لكن في الاهلي كان انا شايف ناصر ماهر بالثلاث لقطات اللي عاملهم. طيب تحب نروح للدرجات ولا نخليها من ابتداء من الماتش اللي جاي؟ احنا ناس يعني ديمقراطيين جدا نحب نخلي الدرجات من الماتش الجاي. ديمقراطي جدا جدا. تحب تخليهم من الماتش اللي جاي نكون محضرين احسن؟ يا ريت. طيب لو الامر بايدك اوكي وفاضل يوم ولا اثنين على البطوله الافريقيه في مكانين عند النادي الاهلي مين يحوز بيهم او احنا عندنا مين ما تأيدش؟ عندنا ناصر ما تأيدش. عندنا ناصر ماهر ما تأيدش. عندنا احمد ياسر ريان ما تأيدش. عندنا احمد علاء الوافد الجديد ما تأيدش. عندك طبعا محمد شريف ما تأيدش. اكرم توفيق وعندي مكانين. وعندك مكانين. بص كده هترجع لاحتياجاتي في القايمه. لازم ابص احتياجاتي. مراكز تقصد. المراكز ايه بقى اللي ناقص عندي؟ طبعا ممكن احط ناصر ماهر بس لا ادور على احتياجات عندي. يعني ممكن عندي نقص في قلب الدفاع يبقى انا مجبر احط مثلا احمد. عندي نقص النهارده اجاي خرج محتاج شريف. ففي حسب احتياجي كمدير فني هشوف الاماكن اللي ناقصه عندي اللي ما جيش في وقت. باكا ده تأيد دخل القايمه مصاب. المراكز اللي عندي اللي ناقصه عشان المشوار عنده طويل. مظبوط. لو داخل مش هجيب مثلا يبقى عندي مثلا 20 باكرات تحط باكرات تاني. مقيد باكا في القايمه الافريقيه وبتستعين بشريف انك يلعب في مباراه محليه. تمام. بس انا على فكره باكا لعيب كويس جدا. ما انا بقول لك كويس. انا بقول يعني انا متصور ان انا بس لعيب كويس جدا. انا عاوز اقول الاولويه المفترض في اللعب لباكا اللي هو داخل معاك كمان منها تجهيز ومنها ان انا لعيب عندي من احد اللعيب الاطراف اللي بستغلها في السرعات. لكن انت لو تسالني عن اثنين زي ما بيقول الكابتن حماده اثنين اولهم نصر. اولهم نصر والثاني بقى فكر المبادله اللي عندي فين؟ هدعم في الدفاع او هدعم في الخطوط عندي. في الديفندر لو واحد زي حسام عاشور غاب الدفاع ما فيش مشكله. ما انت جبت بقى كلوبالي خلاص وبدا إيه. انا شايف ان اكرم توفيق يجي في المركز الثاني. اوكي الديفندر تمام. لو انت عندك غيابات زي حسام مش هيلعب لعيب لثقله انت محتاج واحد مدافع. مش هتدخل شريف خالص. ما انت مضطر. يبقى انا هحط النهارده رقم واحد والثاني بقى حسب المراكز اللي عندي اللي فيها نقص عددي. بالظبط كده. طب وانت كابتن اسامه رايك؟ طبعا نصر يعني خلاص زي ما احنا اتفقنا يعني ليه الاولويه انه هو يكون متواجد في القايمه. برضه شرط ان الماتشات الجايه لازم ياخد بشكل اكبر عشان يبدا تجهيزه. بقول لك شريف ليه بقى؟ مباراه الترجي شريف بيلعب في اكتر من مركز. شريف بيلعب بكرايت سترايكر. اوكي انت عارف بيلعب كده؟ بيلعب بكرايت وباك ليفت بيأديها. محمد شريف؟ بيأديها بشكل كويس جدا. وسترايكر بيلعب على الاطراف يمين وشمال وتحت راس الحرم. يعني عنده يعني تقدر تشكله وانت في القايمه دايما حللك مشاكل. في القايمه لازم تحط فيها ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا في اكتر من مركز. بالظبط يحلوا لك مشاكل كتير جدا. مظبوط صح. فده اختيارات القايمه لما اروح افريقيا. في بطوله
باخد 23 لعيب، لازم عندي اكتر لعيب يلعب يعني زي ايمن اشرف ده مهم جدا. سرد باك وباك ليفت راح كاس العالم عشان كده بيلعب سرد باك، بيلعب سرد باك مهم جدا، خصوصا وانت بتحط قايمه كمان. وانت بتحط قايمه اكرم برضو بيحل برضو يا كابتن، بيلعب باك رايت الموسم، اكرم بيلعب ديفندر وباك رايت، ديفندر بيحل لك برضو في مكانين برضو. هو يعني للامانه اللي يعني اللي زي ما بنقول كده الايده في النار هم، صح هم الجادرين بالظبط كده، هيستطيعوا يحدد الاحتياجات ان مين ويعمل على المصلحه العامه لنفسه. طيب احنا عندنا 3 دقائق، كل واحد عنده دقيقه، الاهلي يطلع من المباراه دي بايه؟ عشان عنده مباراه المصري يوم الثلاث، وبعدين النجم اللبناني يوم 13، وبعدين عنده الترجي يوم 18. هو خرج بالهدف اللي جابه، اوكي الهزيمه كانت هتاثر عليه بشكل كبير جدا، مفيش شك. التعادل بدايه المشوار برضه، معلش لا 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 ده احنا بنتكلم على اسبوع من ده، الزمالك اتعادل عامل مشكله كبيره جدا، معلش بس اداء الاهلي احسن من الزمالك بكتير. مش هو ده اداء النادي الاهلي برضه، يعني مش عايز اقول ده احنا اتكلمنا كتير على طريقه وهويه النادي الاهلي، لقينا فيها 50% النهارده مش كامله بالظبط، قلنا في بدايه موسم مع ان ده ثالث ماتش، تلعب 2 افريقيا وده الثالث، لكن التعادل بالنسبه له النهارده ايجابي. انت عارف لو حقق نتيجه الفوز ما كانش هيتكلم على الاداء طبعا، ان الفوز بيغطي على لا الأداء. كنت ممكن تتكلم برضه، لازم تتكلم مع تحلل طريقه الناس مع البدايات، بس مع هتتكلم وانت واخد الثلاث نقط في الثقه وبتاع. التعادل ده كان مهم جدا للنادي الاهلي لما يخسرش اول مباراه، توقيته يعني توقيته لا وفي النهايه ان النهارده التعادل مهم جدا لمعنويات اللعيبه، انك تحافظ 4 ايام وهيخش مباراه ثانيه بالذات اللعيبه الصغيره اللي دخلت، وبعدين مباراه ثانيه مع فريق برضو طبعاً جاهز طبعاً، وليها حساباتها يعني برضو مباراه الاهلي مع المصري دايما بيبقى لها حساباتها. لا يعني انا شايف ان الجهاز الفني من كلام محمد كابتن محمد يوسف ان خلاص ان احنا خدنا الهدف من المباراه ديت، خلاص بنستعد للمباراه الثانيه، وده مفترض من بكره على طول ان خلاص بتبحث في السلبيات والايجابيات تنقلها للاعبين، وبيستعد للنادي المصري على طول في الاربع ايام اللي جايين لان الدوري ضاغط، انت خلاص لا مفر، لابد انك تقلب الصفحه. اوكي كابتن اسامه، الاهلي يخرج بايه من الماتش ده؟ رغم النهارده الاداء لكن مبارك النادي الاهلي على النقطه، هو يستحقها، في مكاسب النهارده وحاجات ايجابيه في المباراه. النهارده مكسب النادي الاهلي ظهور ناصر ماهر بشكل مميز، محمد شريف كبديل ممكن ينزل يغير لك نتيجه المباراه، ولسه مشوار الدوري طويل، والدوري السنه ده هيكون صعب جدا. بنحيي نادي الاسماعيلي يا كابتن سعيد، طبعا يعني طبعا بنحيي نادي الاسماعيلي، والماضي واضح ان هو راجل متزن كمان في كلامه، يعني نشيد بكلامه، كلامه متزن عقلاني واضحه قوي في الملعب، لا وعقلاني. اتفرج على التيم ده، بتفرج عليه انتشاره عامل ازاي، وقفاته الدفاعيه عامله ازاي، ده شغل مدرب. طبعا حتى كابتن حماده صعب على اي مدرب ان هو لما يمسك ويبقى فيه توليفه جديده يعمل بينها انسجام مظبوط، ويخش هذا الاختبار امام النادي الاهلي. مظبوط صح. لا فالنهارده نجح والله، يعني انا قلت قلت الاسماعيلي هيعاني من الناس اللي مشت، قلت هيعاني السنه دي، هيعاني قبل كده، لا الاسماعيلي ممكن ما ينافسش، لكن بالشكل دوت التدعيمات كويسه، المدرب ليه رؤيه كويسه في الملعب. اوكي في اي حاجه؟ تمام. انت عايز حاجه مننا؟ تمام. طيب تفاعلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه النادي الاهلي الرسميه، وكمان يعني قولوا لنا احسن لاعب في اللقاء من وجهه نظركم، او رجل اللقاء من وجهه نظركم، قولوا لنا كمان على هدف وليد ازارو الملغي، يعني هدف صحيح ولا برضه من وجهه نظركم. الكلام متاح لاي حد، اي حد يقول وجهه نظره، لكن بالقانون هنستند. ومعانا كابتن سمير عثمان بعد الفاصل هيكلمنا في حاجات كتير جدا خاصه بده، انا وجهه نظر شخصيه ومن خلال خبرتي ومن خلال خبرات الكباتن كلهم، قالوا ان هي جول صحيح 100%، ما فيهوش اي حاجه خالص، واستشهدت وقلت لو حولنا او بدلنا الاماكن، ريتشارد هو اللي كان مكان كولوبالي او كولوبالي مكان ريتشارد وهو اللي لعبها، هل كانت هتحسب بنالتي؟ يعني لو الاسماعيلي هو اللي لعب الكره دي بدماغه، او ريتشارد مدافع الاسماعيلي هو اللي لعب بالدماغ، هل كابتن جهاد جريشه كان ممكن يحسب الكره دي بنالتي؟ اعتقد ان الامر يعني كان هيبقى صعب جدا، كان هيستمر اللعب بالتاكيد. ولو المقياس واحد كره كريستوفر اللي هو المهاجم بتاع نادي الاسماعيلي مع سعد سمير، نفس الكوره بنفس الاداء بنفس الشكل، يعني المعيار لازم يكون واحد. بشكر كباتننا كابتن حماده صدقي، نورتني. مشكورك كابتن. شكرا كابتن طارق العاشري. شكرا كابتن سيد. شكرا كابتن اسامه حسني. شكرا كابتن سيد. لنا حاجات كتير متكرره مع كابتن جهاد جريشه، الامر مش وليد النهارده، على العموم مباراه وعدت بالتاكيد، لكن يا ريت نتعلم منها، وبالقانون برضو لو لينا حق ما اعتقدش ان احنا هناخده، لان خلاص المباراه انتهت، هو مسلسل احنا عارفينه. انا قلت لكم امبارح لما يجي المشهد اللي انا يعني كل سنه بسمعه من المسلسل، كل سنه بيتكرر،
حتى لو انا مش موجود هنا في معاكم في الاستوديو بقولوا لي يعني كل مره احنا احسن حكام واحنا احسن ناس واحنا 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 يعني كل مره بسمع ده. يا راجل ادي للناس حقوقها، ادي للناس تعبها، ادي للناس يعني حاجه تليق بالحكام. مش ممكن ابدا حكم بيكون بياخد 2700، يعني راجل جاي من المونديال العالمي يعني بمبالغ محترمه وتقديريه، وتدي له $150 في مباراه زي الاهلي والاسماعيلي. هي القيمه لك ان تتخيلوا ان حكام النهارده القيمه ليها هي $150 او اقل من قيمه $150. اعتقد ان شيء مهين في عالم كره القدم. مع كابتن سمير عثمان بعد الفاصل، وهفكركم ببعض الحاجات الخاصه بالاهلي مع جهاد جريشه، وهنتكلم بالقانون برضو هل الهدف الاهلي صحيح ولا لا.